تمام، here we go. ما شاء الله. Is my connection okay? Does it seem okay, or should I switch to? It's good, Sam. It's good. Okay. شوفني واضح دكتور؟ Okay. شوفوني. It's very clear. Okay. Very clear. بس ترى ال background مو اللوجو. لا لا يا أدري. خلاص هونت على ال background. It's okay. This is where I spend most of my day. You might as well see me بالهيئة اللي أنا فيها. تبون شنو براندنج؟ يعني I should have my... لا 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 تعطين تكفين. خلت شذي أحسن. عشان لا لا ما عندي. I always have something nearby. بس تخيل. لا لا. I wear this bag the whole... Will it be weird شذي أحطه؟ وايد غريب. خلي شي. My background. ما عندي احنا لو قلنا not as fun يعني The team will like that. نعطيها ولا كنا ما نعطيها ما شاء الله كنا سوق الاسهم قاعد اشوف عدد التنديز قاعد يزيد شفتوا شايفين جيم ستوب ولا لا اويا tracking very closely ما استثمرت بس يعني it's been fun to watch شوف شلون مرات when you have everything right يعني كل شخص I think this is شنو شو رايك أنا كنت أقول لهم حق اللي وياي أقول لهم كل شخص مسوي شورت على جيم ستوب did his homework right okay شوف شلون شوف شلون مرات النتائج ما لها شغل في صحيح I think this is more evidence of retail and speculative investors taking over يعني this is إيه for sure يعني ما لها شغل بالanalysis ما لها شغل بال it's like Tesla I mean I know that's You can't say that now without getting in trouble. Then everybody loves Tesla, but big fans. لا, I'm not personally. لأن I'm a value investor. I believe in value, and with Tesla, it's hard to justify that value. It's توقع nobody in the Columbia camp is going to root for you. The charity Tesla. بنات تسمعوني واضح سهام وتسمعوني واضح ما حط سبيكر يعني. لا لا. Yes, you're clear. لا واضح. أنا أقول نبلش. مساكم الله بالخير يا جماعة. ما شاء الله attendance is pretty good. مساعد he's gonna take the mic الحين على أساس إن يكون في ترتيب شلون تسجلون حق الإيفنت هذا. نبيكم تحطون لو سمحتوا أساميكم وتفاصيلكم. فمساعد لك المايك. أعطيك العافية دكتور. السلام عليكم جميعاً. راح ندز لينك بالشات سيرفي مانكي راح تدشون وتسجلون من اربع فراغات الفراغ الاول الفول نيم الثاني الاي دي الثالث الانستراكتور اسم الدكتور الرابع الكورس تايتل فراح تسجلونهم كلهم وراح يوصلنا احنا التسجيل كله وراح نوصله ان شاء الله حق الدكاتره ويعطيكم العافيه اوكي ممتاز شاب واللي ما قدر اللي مو قادر يدخل انا اذكر كان في فتره اضطريت اني ازيد المقاعد حق زوم اللي مو قادر ما مدى يسجل في يوتيوب لينك يقدر يتواصل مع نادي التمويل دايركت ويعطيكم اليوتيوب لينك حق هالايفنت ف ليتس ستارت عندنا اليوم ويانا عبد العزيز البحر وسهام الحسيني بس للعلم يا جماعه some of the most promising كويتيين موجودين حاليا في الاندستري عبد العزيز متخرج من بيان سنه 2006 راح امريكا لام اي تي درس هندسه ميكانيكيه عدل عبد العزيز وماينر في علوم سياسيه عقب اشتغل مجال النفط ثلاث اربع سنوات وكمل في هارفارد بزنس سكول يخلص الماجستير في اداره اعمال بالام بي اي تم فترة يشتغل واشتغل مع أبل حق سنتين قبل لا يرجع الكويت وعندنا سهام الحسيني متخرجة من بي اس كي عدل سهام عدل دكتور عدل كانت أصغر مني بكم دفعة ب 2005 راحت حق يو تي أوستن كملت هم هندسة واشتغلت فترة في واحدة من مشاريع الكويت من ضمنهم الدائري الأول المشروع الدائري الأول قبل أتكمل MBA في كولومبيا بزنس سكول اشتغلت في نيويورك في مجال الكونسلتنسي فترة قبل أتي الكويت وتمسك ديليفرو فأنا بس أبي أعطي المايك حق أول شيء عبد العزيز وعقب سهام
I want to hear your story. 70% من الطلبة لما نسألهم تبون تكملون دراسات عليا 70% يقولون لنا إيه. تكمل دراسات عليا في جامعة قوية وايد it's exponentially better than من جامعة medium أو جامعة عادية. ف I just want to hear your story how you made it into HBS و Columbia Business School يا سهام. Starting 2006 تخرجت من بيان بالكويت عبد العزيز. Just go for it. مشكور وجزاك الله خير دكتور ومساء الخير جميعا. أنا يمكن BBS ما تذكر وايد لما الناس يتكلمون عن CV ف it's fun to hear. صغرتني شوية it's nice. شو اسمه من ناحية الجورني I guess تخرجت من MIT في 2010 رجعت الكويت سوق العمل بأمريكا كان جدا ضعيف ذيك الساعة بعد 2008 not the best market رجعت واشتغلت في قطاع النفطي القطاع الخاص شركة هالبرتون وقعدت هني تقريبا سنة ونص بعدها حولت مع نفس الشركة إلى أمريكا إلى تكساس كملت معهم هناك a new position different role لكن نفس الشركة for تقريبا 2 years وبعدها يعني خلال هالسنتين هذه قررت اني ابي اقدم على MBA الحين I'll get into why the reasons لان هذه يعني شغله وايد مهمه حق الطلبه ان يعرفونها لكن انا I applied to Harvard والحمد لله قبلت did 2 years هناك for my MBA وبعدين رحت اشتغلت في Apple for a few years يمكن السؤال journey to the MBA يعني how was it وكذا أنا لما أنا ما كان عندي anything يعني شيء واو رائع بالسي في قبل الله أقدم على MBA هذا يمكن تشجيع للطلبة اللي يحسون إنه والله في شروط تعجيزية ولا أشياء معينة لا ترى يعني هو فعلا على طموح الشخص وعلى الإرادة فأنا مثلا اشتغلت في النفط كذا سنة وبنفس الوقت كنت قاعد أساعد one of my friends كان عندها startup ساعدتها بالstartup كadvisory role يمكن مدة كذا شهر وهذا كان يعني الexperience مالي قبل الله أقدم فيمكن ما كان شيء استثنائي غير اني درست الحمد لله وتوفقت واشتغلت لكن كان عندي طموح اني اكمل وهذا يعني يمكن a reason of why I want to do the MBA وتسمح لي دكتور يعني اقول الاسباب على اساس بس الكل يكون عنده صوره يلا بس ملاحظ عزيز الستارت اب نعرفه اليوم ولا ما كمل it got bought actually it got acquired بعد كذا سنه by a bigger company فاي تو سكسسفل يعني الحمد لله نقدر نعرف الجست بريف القصه ويا ولا hey. اسم الستارت اب بعد ما ادري كان راح تلقونها الحين اسمها رومينيت كانت يعني الاوبجكتيف منها يعني انكرجينج وتحفيز البنات الصغار على الدخول في مجالات الهندسه والمجالات العلميه باي جيفينج ذم مثل يعني دول هاوسز ان يبنونها مثل يعني ايش اسمه العاب يبنونها ويشتغلون عليها فيها اشياء شويه هندسيه صح لا بامريكا برا امريكا اوكي لكن كانت صاحبه الستارت اب معي بالدراسه في ام اي تي يعني هذه ليش ان يعني اهميه ان الواحد يكمل ويعرف يعرف ناس وتنتورك لان سبحان الله يعني اي سي وتبي تربطها الحين مع الام بي اي منو يصلح للام بي اي ومنو ما يصلح للام بي اي خاصه انت قاعد تكلم مع ناس انت وسهام انت اكثر بالهارد يعني يور انجينيرز هني هذول مجموعه من البزنس ادمنستريشن يعني ذا هاردست ثينج بروبلي وي هاف از بروبلي ايكونومكس شنو منو يصلح له ام بي اي ومنو ما يصلح له عادي انا قصيت بالاكاونتنج فيعني مو مشكله الهندسه ما تعني شيء انا ودي صراحه بعد اسمع راي سهام انا يعني بعطي رايي وان واي هير يعني هي قررت انها تروح بالنسبه لي انا يعني في 3 ريزنز السبب الاولي وهو أنه والله أنا بوظيفة معينة وأبي أترقى و I want to take a management position a business position في الوظيفة هذه فبروح بأخذ لي business skills في using the MBA السبب الثاني أنا بوظيفة وأبي مثلا بالنفط أبي أروح محاسبة بنك صعب أن الواحد يحول من نفط إلى محاسبة completely من هندسة مثلا محاسبة ف different sector ف I get the MBA to give me my skills عشان أروح حق القطاع الثاني والسبب الثالث هو اني انا اكون مثلا بقطاع مثل النفط وابي انتقل الى قطاع اخر نيو كارير وظيفه جديده بس ماني عارف شنو بالضبط هي الوظيفه هذه يعني مو عارف شنو الموجود فاي جو تو ذا ام بي اي واستكشف استخدمها سنتين استكشاف ويعني تعرف على الناس تعرف على الاندستريز المختلفه وهذا يمكن اللي انا سويته وعلى اخرها ان شاء الله يعني يتيقن الشخص انه والله بيشتغل في المجال ولا في المجال مشكور يا عبد العزيز نحول حق سهام نفس الحال سهام hey. انت sure. اذا ما خضني 2005 ها
خلصتي من المدرسة the story from there. صح. فأول شيء مساء الخير جميعا ودكتور thank you for the invitation. And I'm gonna lean on English شوية أكثر من عزيز لأن الأسئلة بالإنجليش جهزت بالإنجليزي بس the first thing to say about the MBA program and getting to the MBA is يعني like Aziz said I didn't have anything particularly special on my resume or حتى ما كنت يعني an A student يمكن عزيز was more on the honor list but I was يعني it's easy to look at someone who goes to a top MBA school and think that it's an easy path but أنا, for me it was a tough path يعني تخرجت من UT Austin رديت لكويت ما كنت مقتنعة يعني بالهندسة ما أدري تدري شلون وإحنا صغار دائما يقولون الأهل لازم يا مهندسة يا دكتورة أنت شاطرة لازم كملي بهالمجال فكملت بالمجال ما كان عندي طموح في المجال لأنك كنت يعني clear أبي أصير مهندسة دشيت اشتغلت بمشروع الدائر الأول in 2005 to 2009 2010 and then to be honest I describe it as I was looking for inspiration يعني I was looking for what's next in my career ما اشوف نفسي بالمجال الهندسي شلون بطلع من هالمجال او شنو الاوبشنز وان MBA in many ways يعني you have to know why you want to go but it's good to go and look for inspiration and مثل ما قال عزيز You go عندك 2 years where you're mingling with people who have amazing backgrounds, amazing experiences from all over the world. And it gives you a chance to reflect on what you want to do and to figure out what's next in your career. But أنا, for me, I was still trying to figure that out. But I think اللي ساعدني على الوصول أو اللي خلاني أقبل بكولومبيا was in I thought very hard about what my story is and what I want to do and why I want to leave. Who am I? يعني صار في reflection شوية. Well, MBA programs, I mean, يطلبون long essays about, you know, tell us about a time that you were challenged and why do you think an experience at Columbia might help you and what do you want to do in the next 5 years? But you really have to reflect and build a story about yourself. And I think, Anna, for me, that's what allowed me to open the door and get into a school like Columbia more than my academic background or in أنا كنت مسوية مثلا and a lot of interesting things during my time pre-Columbia. فأنا, I think I'm a bit different to Aziz in that I was not very special, maybe, and I built a story for myself. وبعدين, after I went to Columbia, I tried to build the momentum around my career and what I want to do. And it's important to say that, لأن, you know, a lot of young people in the position of many of your students, it seems like a very difficult step to go to a really good MBA program, to build a story for yourself, to do your GMAT. But In fact, it's يعني very attainable and it's a tough and you have to work hard and you have to study for your GMAT and you have to really think about what it is that you are and what you want to do and what have you done. But it's a very attainable journey. This is what I learned. But I think after I went through the MBA, I realized to Aziz's point that there's three real reasons or three big things you can get out of an MBA. And if you want two out of the three of them, you should really consider it. One is a very strong network. يعني the MBA gives you the most amazing network of people and professors and alumni. And if you're looking to build a strong network that you can tap into for your career and personal life, it's an amazing thing to get. I think two is the academic education. Most of you in the finance division department, you know accounting, you know finance, it's not as big of a pull, but Anna, for me, it was huge. I think for Aziz as well. And lastly, career switching. مثل ما قال Aziz, it's a platform to switch. لأن أنا اليوم إذا قدمت أو لو back in 2010, قدمت على consulting firm قلت لهم أنا مهندسة أشتغل بالكويت no one would give me a job but having that platform to say okay I went to a really good business school it opens that door for you and those are kind of the three things I think you really need to weigh when you think about yes or no do you go through that long process of building an application to go to a good business school يعني إذا بقدر أختصر الكلام اللي قلتوه يا شباب عزيز وسهام حق كل اللي قاعدين يسمعونا الحين انتوا اليوم بالجامعه سنه ثانيه سنه ثالثه سنه رابعه انتوا الى حد ما خلصتوا one chapter of your application من التخرج هي بدايه your story this is the beginning of your story كل اللي يهمهم من الجامعه والله what's your GPA what you did there حاول تطلع كثر ما تقدر you make the best out of your time في العلوم الاداريه اول ما تخلص هني you can start your story بلش ارسمها بحيث انه at the end of 3 years It's something impressive. اللي الادميشنز كوميتي مال HBS ولا كولومبيا بزنس سكول are impressed. لا يبقى نبي نسمع نبي نشوف الفلان نبي نقابله. عقب ما نقابله we want him as part of the team. فاشتغلوا على قصتكم يا جماعة. انزين.
قبل لا نبلش التوبك اليوم النيشان يا جماعة يكون خلال ساعة نخلص كل شيء، فنبي 40 minutes ناخذ على المحاور، وآخر 20 دقيقة ولا 15 دقيقة نبي أسئلة من الطلبة. المحاور راح يكون أربع محاور رئيسية. رقم واحد market assessment، شلون تقيس السوق، زين راح نتكلم مع عزيز وسهام عنه. رقم اثنين نبي نعرف what's next، شو اللي متوقع من taken seat، شو اللي متوقع من deliver خلال الفترة الجاية. رقم ثلاثة اللي الموضوع يهم أغلب الناس اللي موجودين هني، how is it working in Kuwait، مصيبة ولا لا، ولا في طرق تمشي عليها أسهل تقدر تسهلك إياها. والنقطة الرابعة اللي هي how to spot an opportunity، أفضل شيء ممكن يصير نطلع من هاللقاء إن في عدد كبير من الطلبة يروحون ويشدون حيلهم على مشروع ناجح ولا فكرة ناجحة. ف our main KPI أنا عزيز سهام إن يكون في من 263 طالب اللي موجود هني 263 مشروع ناجح. How this is like the perfect case scenario حقنا كذا. فنبي نزيد الاحتمالية إن رقم واحد تفتحون مشروع، ورقم اثنين يكون مشروع بالمجال الصحيح. فإحنا راح نخلص المحور محور، وعقب كل محور مساعد راح يمسك الإدارة، إذا أي واحد فيكم عنده سؤال يقدر يتواصل وياه دايركتلي. بس قبل لا نبلش عندنا كويستشنير. مساعد ما أدري إذا شغلك جاهز ولا لا. أي دكتور جاهز. كويستشنير من ديليفرو من الأستاذ سهام، راح ننزله بالشات، وعبارة عن خمس أسئلة، فكل واحد راح يجاوب وما راح يدري إذا إجابته صح ولا لا، لأن الأستاذ سهام آخر شيء راح تعلن عن الإجابات الصح، فراح ينزل الحين بالشات وكلكم جاوبوا وراح تصحح الأجوبة آخر شيء، ويعطيكم العافية إن شاء الله. والشخص اللي يجيب كل الأجوبة صحيحة راح يكون في شيء at the end of the meeting. أوكي، فإذا بتدز مساعد بتدز بالشات ولا بتدز لهم يا وين؟ بالشات دكتور. بالشات خلاص. كتبت الشات يا جماعة، راح يوصل لكم كويستشنير جاوبوا على اللي قاعد تشوفونه. إنزين، المحور الأول ماركت أسسمنت، إنه شلون تقيس السوق. السؤال حق عبد العزيز، وايد من الناس اللي نتعامل وياهم سامعين عن شركاتكم، سامعين عن شركات تيكن سيت، في وايد ناس مستخدمين ماي فاتورة، في وايد ناس سامعين عن شركة زي اللي تأجير ملابس الراقية، بس أقل ناس سامعين عن تيكن سيت نفسها. What do you do؟ شو اللي تسوونه؟ شنو الشيء اللي ممكن يوم من الأيام واحد من الطلبة يحتاج يمر عليكم، يمر على مكاتبكم؟ حلو، راح أحاول أشرح الكونسبت أو يعني الفلسفة behind the taken seat. باختصار إحنا بمنطقتنا وبالخليج الدولة الريادية أو entrepreneurial ecosystem ما يقولون، يعني it's broken، غير مكتملة، فيها عوامل كثيرة، فيها الفندنج، فيها التالنت، الأكشوال تالنت، الناس اللي هم راح يشتغلون في الشركات هذه، فيها الانكيبيترز والاكسلريترز والجامعات والأمور هذه كلها، كل هال يعني الأسس هذه تكون دورة ريادية. فهني الدورة الريادية في المنطقة عندنا ضعيفة، أو ما تقول العوامل فيها شوي يعني مكسورة. ف the goal or the objective behind the taken seat هو it's a venture builder، أو قال عنه حتى startup studio، هو نبني أو نخلق دورة ريادية داخلية internal عندنا إحنا، فيها talent، الناس اللي يعني اللي راح يشتغلون في الشركات هذه startups، رواد الأعمال، فيها الفندنج، عندنا فند يضخ الأموال إلى ستارت أبس، فيها إن شاء الله incubation وacceleration بعد مرة واحدة، وفيها يعني ما تقول تشجيع ولونشينج of the idea وإيفنتشلي إن شاء الله أن exit. فإحنا شغلنا ننشئ شركات from scratch، من الصفر، من يعني منطلق الفكرة نفسها، إنه we come up with the idea ideation، إلى أن نمول الفكرة ببجت معين، إلى أن ندور ونلقى CEO co-founder معانا يعني يستلم الفكرة هذه يمسكها أو تمسكها ويعني ينطلق فيها إلى إن شاء الله مرحلة التخرج. وإحنا ككوفاندرز يعني بتيكن سيت جزء يعني مسؤوليتنا إن نشتغل CEO لكل شركة يعني ننمي الشركة ويجروت مع بعض. أوكي، أنا بس عشان تنبيه حق الشباب، تيكن سيت مؤسسينها هم مجموعة الشباب اللي سووا كارج، وكانت السرعة مو طبيعية من day one بلشوا كارج إلى الإكزت. ف they already have a brilliant you guys have a brilliant track record to start. الطلبة بالنسبة لهم إذا هو عنده فكرة بالنسبة لي يشوفها
يدز لكم ايميل ولا متى يدق عليكم تلفون ولا there is no ولا there, you don't deal with ideas directly. لا we do, that's a great actually great point. احنا يعني مثل تقول mandate او objective مال taking seat ان احنا ننشئ شركه من عندنا والافكار تي من عندنا, لكن هم حصلت لنا فرص ان ناس يونا عندهم فكره يبون يطورونها ويبون مساعده بهذه الفكره. وواحدة من شركاتنا actual is now launched as of today اعتقد اسمها خبره, يعني يت من شخص انا كنت اعرفه هو الحين حاليا يدرس في هارفارد فور ام بي اي. He took the year off, خذ السنة هذه لأن سنة الكورونا off, وقرر يسوي مشروع هني بالكويت اسمه فهد الصباح. وفكرته is يعني باختصار recruiting platform focused على ال college students وال young talent up to 25 years old. فيعني هذه ال segment وهذا الجزء من المجتمع اللي صعب إن يلقى وظيفة. شلون أدور وظيفة؟ شلون أسوي CV مالتي؟ وين أقدم؟ شنو هي الشركات والوظائف الموجودة؟ فالبلاتفورم لايف اليوم راح نتكلم عنه بعدين إن شاء الله. وهو يانا بالفكرة وإحنا دخلنا معه كشركاء بهذه الفكرة to grow it وإن ننميها معه. ممتاز. فأي واحد من الطلبة الناس اللي قاعد يسمعون they have an idea ولا rough idea يقدرون it makes sense for them to apply هناك. Go to the website, في إيميل هناك, دزون الإيميل وإن شاء الله إذا في if something is promising we'll set up a call ونكلمكم إن شاء الله عن فكرتكم. روعة إن شاء الله. قبل أروح حق السؤال الثاني حق عزيز ودي أروح حق سهام. سهام أنا عندي بس قصة قبل أسألك السؤال. 2010 I want to get your input on it. 2010 ويمكن ولا 2011 كنت قاعد بقهوة كان يمر علي واحد من ربعي اسمه جاسم. بشير شلون أمورك ما شلون أمورك؟ يقول سليمان والله بفتح عزيز a very promising guy. يقول بفتح سليمان كنت أشير وضعك الحين يقول بفتح frozen yogurt company. ب2010 it was كل واحد بالكويت وولد عمه عندهم frozen yogurt company كانت هبة. فقلت له الله يعينك جاسم it's just a bad time to start it. يقول أدري سليمان بس أنا عندي رؤية مختلفة وعندي execution مختلف. بفتح أول فرع بجمعية كيفان والفرع الثاني كنا بالريح والشوارع الصناعية. فتح فروزن يوغرت كمباني اسمها بيكيو. اليوم ب 2021 ما اعرف ولا واحد من الكومبيتيشن ذيك الايام, هي ذا اونلي جاي ذات ستاندينج. نفس القصه ب 2018 كارج وطلبات مسكرين السوق, ماكو مجال انك تنافس. ويد شركه انجليزيه اسمها ديليفرو سيز وي وونت تو انتر ذا كويتي ماركت. اوكي 3 ييرز داون ذا لاين It is يعني a very solid delivery company بالكويت. فأبي أعرف number one حق Deliveroo و number two حق سهام نفسها. Why did Deliveroo decide to enter the Kuwaiti market؟ ليش بكرون يدخلون السوق الكويتي خاصة إن المنافسة تخرع كان وكانوا مسكرين السوق كارج وطلبات. ورقم اثنين حتى لو Deliveroo بيدخلون I don't want to enter a tough boat. أنت كسهام you were given a very hard game. زين ليش قررتي تأخذين this role as the manager of Deliveroo? I just want to get your inputs. وإذا تقدرين تربطينا مع متى الطلبة يقدرون يشوفون مشروع ولا يشوفون when the odds are against them but they can still give it a shot. Hey. I love the question, دكتور. And يعني صراحة I think back. إحنا we launched a year and a half ago. يعني live, we went live. وانت ذكرت the first person to ever order. كان أول order February 2nd, 2019. وحين we're going to celebrate the second birthday. وأول ما يوني Deliveroo قالوا لي, يعني هما they were headhunting and they approached me about the opportunity. حتى أنا قلت لهم مصدقكم. قلتوا لي كويت ليش؟ عندنا طلبات, عندنا carriage. End of story. وين دشون؟ And the reason I decided, or the reason I think Deliveroo entered the market is لأن we looked at it from a different lens. شوية not as a silver bullet, but we started to look more at, I like to call them the lead bullets. If you've ever read the book, the Hard Thing About Hard Things, they always talk about the smaller lead bullets that lead to kind of a decision or lead to a win. And the way we looked at it as a company is, Deliveroo is, or any delivery company, food delivery company, is a three-sided marketplace. يعني you have three stakeholders, not one. It's not a, مثلاً, B2C, where it's one seller, one consumer. We have a restaurant that's our partner that we work with, that we provide services to, that we provide analysis to, that we sell a service to because we deliver their food. That's one stakeholder. Then you have a consumer, an end consumer, اللي وصل للبرودكت اللي هو
me, you, Aziz, hopefully a lot of the people in the class, اللي احنا نطلب ويوصل لنا للبرودكت, we browse. وعندك السايق, who is the third stakeholder, who is, you know, risking their life, they're using a vehicle, they're delivering the food. And the way I think we thought about it as a company is, what is the value proposition across each one of these stakeholders? And what does the competition offer in terms of value? And what can we offer? Regardless of the monopoly, regardless of market share, can we offer something better in each channel, in each bucket? And I think when we zoomed in and we said, okay, the consumer app, can we offer better service, better estimates of when we can arrive, a better call center experience, a better application, a more advanced technology? We said, yeah, we think we can. Can we offer restaurants a better solution, a better team management, better insights, better overall management of their delivery system and operations? And we thought, yes, we can. Can we offer riders a better better health coverage, better insurance, better fees per drop, a better overall experience? And we felt like we could on all channels. And so, yeah, when we looked at it in that kind of minutia, we felt like, look, we have an edge. We think we have the right capital backing. We have the overall team. And so we went in. But I think when you look at it zoomed out, it seems very tough. And yeah, don't get me wrong, it was a very tough journey to get Deliveroo to a point where we were competitive. But we went in with that mindset, knowing that we had something better, focusing on talent, focusing on getting the right people to run every part of our business. That was critical. And then always looking outside the box and making sure we covered all our, all sides of the competitive landscape. And I think we believed in those things. We doubled down. I think in our first year and a half, we spent less money on marketing than our competition. We had much less market share than our competition. We had fewer employees. But khalas, the fundamentals that we believed in that we thought we could do better on, we doubled down on. And we held to that course. And I think that's what got us to where we are today. بس there were moments in this journey where ترى it wasn't ما كنا نشوف the light at the end of the tunnel. كان في أمور قاعد تصير that were, you know, that required us to really stay positive and hold together as a team and يعني بس we fundamentally believed in what we were building. يعني we had that belief. We knew we were building something better. We knew that consumers liked it. We just had to keep the faith, keep pitching ourselves, keep believing. And I think يعني it ended up working out. بس there were those dark moments. Especially حقي أنا personally, the كان في سؤالك about taking such a tough job. ترى أنا قعدت أسبوع ما نام على بكرر أنا كنت I was working with agility. أنا كنت أشتغل. They had a venture capital arm, and I love the company, and I was having a great experience. Deliveroo came and offered me the opportunity. وقعدت تقريبا أسبوع ما نام بس أفكر. It's a difficult job, Sean. طلبات are going to do it. And I kept thinking about the opportunity. I really struggled. وكنت معنا أنا ما أكتب. قعدت أكتب أفكاري إن لأ pros, cons, آخذ ما آخذ. فصج, it was a difficult decision. But in the end, I thought to myself, what matters the most in building a career, forget financial incentive, forget titles. Am I going to learn at this place? Do I see myself evolving the key skills that I want, which was for me at the time, expanding my team management experience, expanding my P&L and financial experience, working with a team in London and challenging myself. And could I add value to this organization? What was me being part of the organization going to add value? And I felt those two things were true. It was a challenge that I thought would be exciting. It was tough, but I liked the idea of a challenge. And I had the right team to do it with. The people in London, the people at Deliveroo, I was like, these are the right partners. فقمت after اعتقد اسبوع كامل وانا يعني مو قادر اعطيهم قرار يقولون لي ها you want are you going to do it or you know, I don't know and then I woke up one morning and I said yes this is the right decision and I'm so glad يعني اللي I took that step and that's something I tell people all the time when you're thinking about your career think about the core fundamental things you want to build what skills do you want to build where can you build them and where can you add value everything else will follow to me it sounds a little bit simplistic but this is how I've always pursued my career decisions واستفادة توقع عامة أن السوق الكويتي يستفيد لما يكون في more competition from people who execute correctly. أكيد. أسئلة وايد صغيرة سيهام على هذا follow up على النقاط. رقم واحد. How bad is your working week? Is well, it's manageable. It's not bad at all, and I don't believe in long working hours anymore. I believe you can be very efficient working from 8 to 6, and the same thing for my team. يعني إذا دقوا علي متأخر أو دزولي إيميل متأخر ما استأنس أقول لهم please stop it. It's very manageable. روعة. You didn't bring the consulting. لا I left the consulting. بالعكس because of my consulting experience
I knew the importance of balance in life. بس النقطة يا جماعة مو شرط تشتغل 12 ولا 14 ساعة باليوم. It doesn't hurt. يعني تقعد تشوف ناس يسوونها. بس balance it is manageable. Balance وتسوي شيء روعة مثل ما قاعد تشوفه. أوكي. فالبرد حق عزيز على نفس السؤال. والبلاصح السؤال follow up على اللي قاله. رقم واحد ودي أعرف عزيز a normal day at the office. A normal day at the taken seat. As chief operating officer, أنا اللي عارفه من الجماعة اللي فاتحين مطاعم the number one item اللي ولا the number one job اللي قاعد يأخذ أكثر وقت is operations. ف how hectic is your day ولا لا سليمان there's a way to deal with it. وطبعا مع السنين يعني الواحد يتعلم عن نفسه how to manage how to deal with الأمور المختلفة. لكن أنا الحلو بالوظيفة هذه أو بالرول هذا إنه ماكو typical day. يعني أنا قلت بدال ما أقول لك والله شنو typical day خلي أقول لكم اليوم شنو سويت. اليوم اشتغلت على strategic plan حق واحدة من شركاتنا أو one of our portfolio companies اللي يعني مستثمرين فيها. فاشتغلت على an overall plan على strategy كلها. اتكلمت واحدة من الجامعات في لبنان على أساس أنا وفهد صباح على أساس موضوع خبرة to just onboard them على platform. كلمت one of the major regional investors في دبي على شركتنا صحتي مالت الديجيتال هيلث كير. يعني توز فاندريزنج كول فالحين حنعمل فاندريزنج فور ذات كمباني فكان يعني ان انفستر كول اليوم. كلمنا المحامين على الريجوليشنز بالكويت وبالامارات على شركه اخرى للحين ما صارت ما استوت بس كان اشتغل عليها. و I did some product work. يعني I pointed out a bug in one of our products that needs to be addressed. كنا نحتاج ان نصلح البق هذه قبل اللونش وهذا كله تقريبا قبل الساعه 1 او 2 الظهر. فاليوم يعني is very interesting. ما في يوم يعني يشابه غيره. وهذا يمكن الحلو بالوظيفه هذه وبالستارت ابس ان جنرال. يعني احنا جزء من اللي قاعد نقول انا سهام مو انه والله بس تعالوا واشتغلوا وكده ولا يمكن ناس يسمعون 8 ل 6 يقولون انهم صدق هذا يوم قصير هذه مينونه لا لا يعني it seems long لكن بعض الايام انت مو قاعد تشتغل طول اليوم قاعد وكذي قدام السبريد شيت قاعد تكلم ناس معك ناس بالمكتب تروح النادي مثلا ساعه ترجع تتغدى يعني على هذا كله على بعضه صار يوم عمل لكن انت ما اشتغلت والله الفتره هذه كلها فبالعكس الستارت ابس از فن لانه ما في يوم نفس غيره فذاتس وات ميكس ات انترستينج ولاحظ عزيز صادني بهذه 8 ل 6 بس انا قاعد اقارن بايام الكونسلتنج ف 8 ل 6 از نوت باد اخذ بريكس لا تخترعون عزيز يا جماعه بس عشان تعرفون الكونسلتنج كان معروف ان ذا اورز اوف ورك وير فيري لونج كانوا يطولون عاده يقعدون ليل فير يخلصون شغلهم قبل لا يردون البيوت فكان وضع شغل 8 ساعات نوم واذا شغل زايد بدال 8 ساعات نوم 7 وكسور So that's what she was meaning. على نقطة عزيز لاحظوا يا شباب خلص كل الشغل قبل ساعة واحدة ثنتين يعني وظيفة حكومية أوكي بس الإنجاز اللي سواه مقارنة بكل أماكن ثانية لأنه قاعد يشتغل بالمجال اللي هو عاجبه الإمباكت مالك إنسان أفضل من إذا أنت قاعد بمكان مو مرتاح منه. But this is just to keep it. قبل أن نروح حق التوبك الثاني عزيز أنا سألتك عن هذا previously إن ليش استثمر بشركات كويتية وأنا أقدر استثمر بشركات أجنبية الاحتمالية الخسارة نفسها السيفيريتي إنك تخسر نفسها إن فلوسي بحط دينار بيصير صفر وبحطه بأمريكا دينار بيصير صفر ولكن احتمالية الربح أقل يعني صعب إن يكون بالكويت استثمر بمشروع ويصير the next Snapchat ولا the next WhatsApp Go for it. ليش استثمر بالكويت بالمقابل بدال استثمر بفنتشر كابيتال برا؟ حلو. انا يمكن طبعا راح اختلف معك في الراي او في صيغه السؤال نفسها لكن جدا جميل السؤال لان هذا اعتقاد وايد كثير من الناس انه يعني احنا عندنا يعني عندنا كذا سكسس ستوري يعني ما عندنا شيء. لا العكس هو صحيح للامانه. يعني الناس يشوفون مثلا امريكا فيها 400 مليون نسمه ماركت هيوج ماركت فاي شركه تطلع هناك ما شاء الله عندها وايد كاستمرز وممكن تطلع وتنمو وتنجح لكن منطقتنا بالخليج قول يعني 70 مليون وكسور مثلا لكن مصر عندها 100 مليون تركيا فيها 80 مليون الوطن العربي كله از هيوج فاحنا ما نتكلم عن الكويت وكل شخص يبتدي يعني يبتدي شركه اليوم كويتي او غير كويتي بالكويت مثلا
ما المفروض يكون طموحه بس الكويت، الا اذا والله كانت شغله مثلا ما شاء الله مثل الاكل الفود ممكن الكويت يعني تيزي وتنفع، لكن الطموح لازم دائما يكون اكبر واعلى كجروث. فالفاندمنتلز عندنا بالخليج جدا قويه، الشعب از فيري يونج يعني تحت ال 30 ما دون ال 30 يمكن 70% نسبه الشعب اللي دون ال 30، البيرتشينج باور او يعني القوه الشرائيه جدا عاليه، فحتى السوق مو شرط يكون كبير لكن الناس ممكن تدفع وممكن تنمي الشركات اللي موجوده. وفي يعني لو هانج يسمونه مثل لو هانجينج فروت اللي هي الاشياء السهله والافكار البسيطه اللي مو منجزه بطريقه ممتازه، وهذا يمكن يعني اذا ابيكم تاخذون درس واحد من اليوم اتس اول اباوت اكزكيوشن، الافكار بيزه ويمكن تسمعون هذه باماكن ثانيه كثيره لكن ذس از ذا تروث. ولو تسمعون بودكاست في سيليكون فالي راح يقول لك نفس الشيء، لو تتكلم واحد متخرج بشركه بمليار راح يقول لك نفس الشيء، الافكار بيزه. مو معناته والله قولوا افكاركم حق ربعكم كلكم واهلكم، لكن معناته ان الانجاز او الاكزكيوشن تنفيذ وهو اهم شيء. فمثل ما يعني ذا بيست اكزامبل ما شاء الله از ديليفرو، يعني نفس الفكره اتس ذا سيم جنرال كونسبت، اكل توصيل اكل للبيوت، لكن التنفيذ كان روعة وما شاء الله يعني قدامكم المثل هذا. فيو كان بي مثل a fourth mover أو يعني بالبزنس طبعا دائما تعلمونهم first mover ومونوبولي وكذا، هذا يعني يمكن أقوى شيء، لكن ممكن في السوق تكون أنت fourth mover هني بالخليج ويو بيكم يعني very strong وأحسن شركة. وإذا تبون الإثبات على أن الماركت هذا جدا قوي طالعوا بس السعودية والnumber of investments that happened بالسعودية in the last year وتفتت الكورونا والشركات اللي طلعت والبروفايلز يعني الباك جراوند مالت الفاوندرز لهالشركات هذه، ما راح تشوفون انها والله راحوا هارفارد ولا راحوا كولومبيا ولا راحوا اي مكان فلاني، راح تشوفون الناس عاديين درسوا في السعوديه يمكن ما طلعوا من السعوديه، لكن الانجاز والتنفيذ از ذير والسوق موجود. ف ذاتس جست يعني نبذه بسيطه عن الريجن، واي ثينك اتس ا فيري اكسايتنج بليس تو بي. وبالعكس انا عشان كذا رجعت رجعت لان حسيت ان هذا الوقت الصحيح ان الواحد يكون فيه بالمنطقه هذه. شكرا يا عبد العزيز. خلصنا المحور الأول على الماركت أسسمنت، شون قياس السوق. مساعد إذا في أي استفسارات من الطلبة we can get them in، إذا لا نروح حق المحور الثاني على طول. يعطيكم العافية جميعا، اللي يبي يسأل raise your hand وإن شاء الله راح نسمح لهم يسأل. أعطيهم couple of seconds، إذا لا نروح حق المحور اللي بعد. زين خلنا نروح حق المحور اللي بعده ويل ستارت اون ات. كان في استفسار مساعد حق الاسئله اللي كانوا مجهزينهم previously، خليها عقب المحور الثالث لو سمحت المداخلات ان شاء الله دكتور. اوكي ف سكند توبيك انه شنو اللي واتس نيكست حق حق تيكن سيت، واتس نيكست حق ديليفرو. فببلش مع عبد العزيز، مروا عليكم استثمارات معينه، واتس ذا موست بروميسينج انفستمنت يو ار وركينج اون رايت ناو؟ والله سليمان اكثر شيء واعد الحين قاعد اشتغل عليه هالمشروع، حط عينك عليه خلال الفتره الجايه. جو حلو. يمكن شغلتين ذات اي كان شير على الاقل. في المشروع الاول هو في الصحه الرقميه او ديجيتال هيلث، اسمه صحتي. On the surface هو يعني منصة لجمع أو لتوصيل المرضى في الأطباء أو الأخصائيين في القطاع الطبي، لكن راح تقولون والله هذه الشركة موجودة، في منها كلونز في منها كوبيز، وما شاء الله بالكورونا طلعوا يمكن 5-6 كلهم كوبيز من نفس الكونسبت، لكن هذا مو هدف المشروع. هدف المشروع مو لسه جمعية فيها كل الدكاترة وديش أنا في 1000 دكتور ماني عارف أصلا زين أوكي هذول زينين مو زينين، لا، وهو الإرشاد أو الجايدنس إنك توصل المريض في الدكتور أو الشخص اللي يقدر يساعده. إحنا هنا بالكويت أي شخص يحتاج دكتور شنو أول شيء يسوي؟ السلام عليكم، منو دكتور عيون زين؟ منو دكتور والله مال قلب زين؟ منو دكتور كذا؟ ويمكن هو أصلاً المشكلة تكون فيه مو مشكلة قلب ولا عيون ولا شيء معين، هو أصلاً ما يدري وين يحتاج يروح. فالأساس أو البيس مال المشروع هذا اللي هو البرايمري كير أو الصحة العائلية، ومن بعدها يصير الإرشاد إلى السبيشاليست أو الإخصائيين في المجالات المختلفة. وبنفس الوقت فيها يمكن أشياء يمكن يعني ما نفذناها اليوم لكن على قيد التنفيذ، مثل اللي هو الريموت بيشنت مونيتورينج أو الـ يعني الواحد يقدر يقيس
معلوماتها الطبية أو الضغط مثلاً أو القلب أو كذا بالبيت. والداتا هذه كلها gets pushed to the application and so on and so forth. فتصير رعاية تكمل اللوب. مو ليست فقط عند الدكتور وعند المستشفى لكن في المنزل وإلى prevention اللي هو يعني أنك أنت تمنع الأمراض منها تصير في المستقبل. في أحد مسويها قبل؟ لا الغزي الفكرة جايزت لي أن الدكتور عنده داتا البيشنت كامل. في أحد مسويها دولة ثانية ولا؟ إيه في أمريكا طبعاً big merger كبير صار السنة اللي فاتت 19 مليار دولار. It's two public listed companies, Teladoc وLivongo. في كل أنحاء العالم هالكونسبت موجود. من الصين إلى أمريكا إلى جنوب أمريكا إلى الهند موجود بأوروبا يعني موجودة بشكل كبير وعليها استخدام. وأنا يعني لي تجربة شخصية فيها مع أبل وايد انفعتني وانقذتني حتى واحدة من رحلاتي للصين قبل لا أركب الطيارة شاف دكتور خذيت دواء وبطريق جاي المطار ويعني ساعدني إني يعني ما تصير فيني شيء بالرحلة. فا I believe in this. أنا I'm a believer. أوكي. عالطائرة بس عزيز شنو القصة هذه كانت؟ على السريع كان يمكن عندي عوار ببطني وطيارتي بعد يومين طيارة 12 ساعة ونص بقعد هناك 10 أيام وش اسمه تكرمون الأكل بالصين يعني بروح يعفس البطن فإذا واحد راح معفوس يعني الله يعينه. فكنت حاتي هالشيء وكلمت دكتورة قالت لي اعتقد كذا 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 راح أجزك الدول الصدرية طريق البيت مريت خليتها والحمد لله خلال يومين تعافيت وقدرت أركب الطيارة وأكمل رحلتي. صحيح. أوكي. Just really quickly, عشان بس أكمل الجواب. The other one or two investments that are promising, عندنا ما قلت لكم خبرة. إحنا we think مجال الrecruitment أو talent acquisition بالخليج أو بالمنطقة شيء يعني وإن شاء الله Deliveroo داشين ويانا بعد كبارتنر فما قصروا شيء كبير ويعني حرام إنه يمكن حتى جامعة الكويت ما فيها career office الحين كان فيها من سنين لكن الحين ما في هذا guidance اللي طلبة محتاجينه. فاحنا قاعد نحاول نخلق هذا الجايدنس من ناحيه السي في بيلدينج والادفايزري. انه واحد يدش والله قدم على بنك زين قدمت انا على مثلا على الوطني زين وين قدم شنو قدمت على اي وظيفه ما ادري والله قدمت على الوطني لا لازم تكون انت واعي شنو قاعد تقدم عليه شنو هي الاشياء. ف يعني الهدف من هالمشروع هذا انه نساعد الناس على توسيع الوظائف لان احنا مرينا فيها وتوهقنا والكل مر فيها ف اتس ا بروبلم. وكل ما نكلم احد جامعات طلبه شو اسمه شركات كانوا يقولون اوف ممتاز والله واحد يحلنا اياها يعني نكون شاكرين. ف these are our two يعني I think most promising investments الحين اللي فيهم good potential ان شاء الله. طبعا يعني اقدر اقول هالخبره كان توجيه وارشاد بس حق ناس عقب ما يتخرجون من الجامعه عدل بالضبط اثناء الجامعه حتى حق الانترنشيبس وعقب ما يتخرجون بعد. بيرفكت. بس هاي قصه صغيره عليها هذه عشان اضيف حق نقطه عزيز. عندي واحد من افضل الناس اللي مروا علي في مجال الاسيت مانجمنت اوكي فهو متخرج من مدرسة حكومية بالكويت وايد ماخذ من ربعه فقاعد يقول لي سليمان وهو دخل علوم إدارية لأن أمه قالت له غصب عليك تكمل جامعة. سليمان أنا كانت غايتي بالمدرسة إن أكمل حرس وطني أبي أكمل حرس وطني لأن الحرس الوطني فيه مدخول عالي وال and the working hours aren't that bad. فكل مرة يجيني قاعد أقول فلان يعني تخيل لو رايح هناك يعني you're very good potential that nobody would have known about. فالله يعطيكم العافية على موضوع خبرة إن شاء الله فيه يكون مجموعة كبيرة من الناس that are put in the right places. النقطة الثانية اللي هي the most promising investment you've missed. شو المشروع والله سليمان كان هذا يعني this was a 20 bagger طفنا ما لحقنا عليه شنو اللي مر عليكم recently؟ والله شوف الأمانة إحنا يمكن we've only been around يعني تونا تأسسنا قبل سنة ونص تقريبا سنتين فما مر علينا شيء رفضناه و we declined it اللي شفنا إنه صار شيء واو عجيب الحين عقبه وتحسفنا الحمد لله يعني till now لكن هذه راح تصير 100% يعني إحنا يمكن وايد توصلنا فرص استثمار investments في شركات أو مثلا إنه we partner with companies و 90% من الوقت نقول لا نقول يعطيكم العافية مشكورين بس هذا مو مناسب لنا للأسباب 1 2 3 لكن نتابع الشركات هذه كلها هذا يعني هذا شيء وايد مهم دائما الشخص اللي قال لك لا it's a no حتى ترى حق وظيفة this is just general guidance for life it's يعني غالبا ما يكون الجواب هو لا أو no final يكون not yet أو ليس الآن فالاستثمارات إذا قلنا إحنا لا مو شرط معناته لا خلاص إحنا مو مؤمنين بهالمشروع العادة يكون مو الحين أرقامك أو أرقامك شو اسمه كمشروع
improves ممتاز اوكي ممكن نستثمر الحين والله وريتنا نيو بزنس موديل شيء مختلف طريقه معينه ممكن الحين نستثمر بنفس الشيء حق الوظائف فاحنا يمكن مر علينا كذا شغله الانترستينج اللي هي بالفتنس سبيس وايد مروا علينا شركات بالفتنس سبيس الديجيتال فتنس بدات الحين مع الكورونا فالورك اوتس من البيت او يصير شيء واحد ياخذ وياه النادي ويشتغل هناك او مثلا ويربلز في شيء بامريكا اسمه ووب في البيلوتون طبعا اللي هو القاري بالبيت في الشاشه هذا هم اتس دوينج فيري ويل ففي وايد الفتنس هاردوير سوفتوير كومبينيشن ذات جتنا كذا اوبورتونيتي وي باست اون ذم فور ناو فور ماني ريزنز يعني لكن هذا اي ثينك مجال كود بي انترستينج وممكن نتحسف عليها بعدين اوكي اوكي ثانكس بس عجبتني هذه حق الطلبه لا معناته ليس الان نو معناته اتس نوت يت مو معناته لا لا فشكرا على هذا عزيز سهام على موضوع على واتس نيكست فور يو ديليفرو هاو دو يو ميجر سكسس از ات ماركت شير از ات اذر اذر ميتريكس شلون تقيسون سكسس وعندي ا كابل اوف فولو اب كويستشنز على هذا Good question. I think, ومثل ما قلت قبل شوية, it's يعني أنا for me هذا المثل I always hold on to it. It's never a silver bullet. It's always lead bullets. يعني it's hard to measure success. أكيد as a top line, can we measure success? You know, how much market share can we penetrate? How much? مو بس market share, بس how much can we grow the market? Can we create new opportunities for ordering? مثلاً وقت كورونا بلشنا نوصل للgrocery. يعني can we add grocery can we expand the market occasions اللي يطلبون فيها الناس can we create opportunities to add more restaurants and more entrepreneurs يعني at the top line for sure we always look at our ability to grow our market share to grow our business to add value but in a more granular level يعني success is being able to deliver food بالكويت in under 20 minutes with only 2% of orders that are late and you know success is being able to service every single restaurant on the platform give them a low commission price and give them enough attention and opportunities to market themselves and you know grow 100% year over year يعني we have as a business احنا the way we build and structure we're very focused on building plans at a quarterly basis and an annual basis, defining success, you know, what is success in every particular team and function, and then working towards that success. يعني hard to measure. Anna, for me, success is really, I really believe on a personal level, I'm big on mentorship and entrepreneurship. Success is for me to be able to go on vacation for 3 weeks and the business functions without me. And the team is well-equipped. The team understands the goals of what we're trying to achieve. And they have built the right skill set to run each function of the business. And I think I'm close. I tell them, we're going to go. I can just leave and take a cup of coffee. You don't need me anymore. And I think that is success for me as a manager and as a director, to be able to have that autonomy and that be on a macro level. In brief. يعني you create an engine will you create this machine that works without the driver absolutely هاي كنت اشوف واحد من الاتدات ان واحد من السي اوز من الناس اللي يصيروا لنا فكنت ما اروح للمكتب وهو مبطل الكمبيوتر قاعد يشوف كويت كار يشوف سيارات يشتريها ولا يعني يقول سليمان it's a bad organization اذا انا لازم اتابع وراهم كل شغل بالضبط absolutely I loved it النقطة الفولو-أب على هذا the most promising project you're working on right now where we'll see Deliveroo in the next 2 years فأنا الحين قاعدة بشوف Deliveroo in the next 2 years لأن في حكي قاعد أسمعها من جماعتنا من دواوين إن hey. كان في competition ولا كان في target إن 15 minutes all deliveries ولا في deliveries معينة they will come within 15 minutes something like that and there was a new target And I think, when I speak about Deliveroo, Sajina Deliveroo Kuwait, and that's my P&L, my mandate as a manager, but I think of Deliveroo globally. Deliveroo, a few weeks ago, raised the Series H funding round. The company was valued at $7.8 billion, and I think we raised $180 million. So I think what's exciting is what's to come for Deliveroo as a global entity. And I think in the next 2 years, there's so many things with the أقولها ما أقدر أقولها especially in such a competitive business in terms of what's coming next what's in store بس يعني too many things to list in terms of what's exciting on the consumer side but one thing I'll say as a business as a product we're always thinking about how do we engage with the consumer how do we إحنا اليوم مثلا أنت بطل الأب how do you engage how do you decide what to order how do you create emotions around the food you want to get and
And that's something that I think in the next 2 years, many maybe delivery companies and food aggregators are thinking about, but it's top of mind for us. How do we connect with our consumers? And how do we give them more of what they want? How do we understand the experience they want and connect with the restaurants that they love? I can't say more than that, unfortunately, but that's something I think that's very exciting. Another thing that I think is exciting for Deliveroo as a company, as a global company, is we work in this industry that's perceived, maybe there's a false perception in Kuwait and other markets, and هذيل الطلبات ديليفرو عندهم كوميشن عالي ومساكين المطاعم وما عند you know they take a high commission and they're making all this money, but in reality we have a very lopsided unit economics. It costs us more to deliver an order than we make. يعني we are a profit well a loss making business. Well, this is يعني true of مثلا the Ubers of the world, Lyft. It took them a long time to get to a path to profitability. Well, I think in the next 2 years, احنا as a business, as we grow and you know, as we become just less of a startup and more of a full-blown grown-up organization, how do we become financially viable? Yani, this is a question for many businesses that it's not easy to solve on every country basis. How do you become financially viable? How do you drive revenue and are still fair to your restaurant, still fair to your rider, and don't overcharge your consumer, and you can operate and scale the business? It's not as exciting on the surface, but to me, how we figure this out and make it sustainable is a very exciting challenge we have over the next 2 years. Okay, but Seham, هذا خوش ملاحظة. It's a delivery business is still a loss-making. اليوم في الكويت, every single order that we deliver, we lose money on. And the unit economics of a small, especially when you're starting and you haven't scaled up. Yes, there is a misperception about the cost of delivering. And we refuse to underpay our riders. We have to pay them fairly. So that's a big cost. And so how do you manage that cost with the cost of charging a restaurant? But you know, but you don't want to charge the customer too much. And they're like, oh, dinar, why you ma nabi nzid el dinar, but ma nabi nzid el commission ala el mat'am. For that balance, when you look at your financial statement, your P&L, it's much tougher than it seems. It's a challenge for us, and we still are a loss-making business today in Kuwait, at least. خوش خوش ملاحظة هذه. شكراً عليها يا جماعة. حق اللي مساعد حق الموضوع الأسئلة أفضل إنه throughout the talk يرفعون يدهم وأنت تكلمهم on the side. نجهزهم حق لما يكون لما نروح من محور لمحور يدخلون يسألون أسئلتهم. تمام. أوكي. في شخص واحد رافع إيده. فيصل. إيه فيصل سليمان. فيصل سليمان. وعلي. علي بشارك. وعلي بعد. تفضل علي. علي. السلام عليكم يعطيكم العافية. الله يعافيك. معاكم علي الجوزة. أنا ودي أسأل الأستاذ عبد العزيز البحر, هم الهدف من شركتهم إنهم يمولون المشاريع الصغيرة. بس احنا نعرف ان المشاريع الصغيره وايد وارد انها تفشل وتس تو ريسكي, فشلون يعوضوا الخسائر؟ حلو, يعطيك العافيه اخوي علي. الله يعافيك. شوف البزنس هذا او الستارت ابس, يعني اعتقد الدكتور يقدر هم يفيدكم بالمعلومه هذه, وما راح تنسونها من تسمعونها. 9 out of 10 ستارت ابس فيل, 9 من 10. فنسبه النجاح اجين اجريجيت في العالم تقريبا 10%. فالواحد ممكن يفكر زين ليش ادخل انا بهالمعمعه هذه كلها تعب وكذا اذا نسبه النجاح وايد واطيه. لان من تشتغل بشركه وتحس انك انت فعلا مؤمن بالشركه هذه راح تشوف الفرق من انك تشتغل بمكان يمكن انت مو وايد مشتاق تكون فيه, ف justifies نسبه النجاح تكون واطيه. فينتشر كابيتال فيرمز او الشركات اللي هي ذات الاستثمار الجريء شغلهم يعني أو usually what happens most of their companies will lose, يمكن 4 من 10 5 من 10 راح يخسرون will go to zero, الشركة راح تفلس. كم واحدة منهم راح ترد لهم فلوسهم تقريبا نفسها, واثنين ثلاثة يمكن will get 5-10x return, يعني 10 أضعاف الاستثمار نفسه, and that's how they make their money. فيمكن يعني البزنس هذا مو حق أي شخص إنه يدخل فيه, إنه فيه ريسك عالي, واحنا عندنا مستثمرين بتيكن سيد داشين ويانا كمستثمرين, واحنا قاعد نستثمر فلوسهم في شركاتنا وفي شركات الاخرين. فهم داشين عارفين هالشيء, عارفين ان ذس از هذا الريسك, وانا ممكن انا اخسر كل فلوسي. لكن احنا يمكن
الهدف ان احنا مع الفريق اللي عندنا ومع الاشياء هذه كلها ان نحاول نرفع من نسبه النجاح بدال 10 29 تصير يمكن 25. اذا قدرنا نسوي هالشيء هذا يعني نكون سوينا شيء ما صار قبل لان هذه النسبه اللي متعارف عليها عالميا. والله هو اللي توفيق ان شاء الله. قواك الله. اي سؤال ثاني؟ مساعد عندك فيصل قاعد يرفع ايده. فيصل منزل ايده دكتور. روح نروح المحور اللي بعده. مساعد يلا اوكي لحظه شوف الكيو ان دي مساعد في من هيا العتيبي. هيا العتيبي ايه من هيا العتيبي انا I'll take it forward. I'll take it حكم اثنيناتكم عزيز وسيهام. The number one factor that resulted to what you consider success, what would it be, عزيز? The number one factor that contributed to what you, whatever you consider as success. It's a big question. الأمانة يعني honestly just hard work. هذا يعني يمكن الجواب وايد كليشيه أو يمكن يعني يعتبر جواب سهل. لكن أنا أعتقد there is no substitute, يعني ما في بديل للعمل الجاد. يعني فعلاً لأن إحنا لما نوظف ناس حتى نطالع في ناس ما شاء الله أذكية يعني فطرة من الله ذكاء يعرف ويفهم كذا لكن ما بيشتغل طبيعي هذا يعني. وفي وايد ناس يعني بالديرة وبرا ودول ثانية كذي ما شاء الله أذكية بس ما يبون يشتغلون. فشنو زين فيها إن العمل ليس شيء والله فطرة. العمل يعني بجهد انت بنفسك تقدر تخلق تصنع نفسك تخلق نفسك. وما شاء الله يعني في countless stories مئات الاف القصص حول العالم ناس كانوا ولا شيء اشتغلوا 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 وصاروا مناصب وأماكن مختلفة. ف to me it's just hard work. شكرا. وسهام if you want to put it on one item what would it be? يعني كلمة واحدة أنا for me relentlessness. يعني lots of failure but it doesn't matter how many times you fall how many times you get back up. يعني there's always a lot of failures in the background بس ما أدري شنو بالعربي relentless بس هذه one of our core values or something for me that's absolutely critical. طبعا يا جماعة أنا بحط لكم كتاب على الرد اللي ردوه اسمه grit أتوقع قارينا الشباب أنجلا دوكورث أتوقع اسم الأوثر فبدز لكم اللينك عليه قلت روعة إنكم تقرونه. فكرة منها إن مهما طحت أكو مايندسيت معين حق الناس الناجحين إنه دائما يوقفون. زين نروح حق المحور الثالث اللي راح أتوقع بعد كم سنة 230 واحد الموجود ويانا هني كل واحد راح يكون عنده تعليق عليه. Operating in Kuwait شلون تشتغل بالكويت. ببلش أول شيء مع عزيز بعدين بروح حق سهام. Operating in Kuwait easy, average, hard ولا لا تخليني يعني عندي حكي وايد سليمان. هو عندي حكي وايد بس راح اختصر الحكي. It's very hard مو سهل. ويعني يمكن السبب الرئيسي هو الريجوليشن او يعني القوانين هني. احنا by the nature of our business شغلنا ان نأسس شركات واكثر من شركه بالسنه. شيء بسيط احنا كشركه ما نقدر نأسس اكثر من شركه بنفس الوقت بالقانون. شغله بالقانون. فيعني هذا بروحه شيء صغير يمنع ان احنا ناسس شركه. عندنا فكرتين ممتازين لازم ننطر شهرين عشان ناسس ثانيه. مثلا تاسيس شركه بالكويت ياخذ 3 اشهر. اذا واحد والله مثلا يبي يبدي له شركه ويحط له رقم مدني لازم ياجر له مكتب بسرداب ما ادري وين عشان بس يحط رقم مدني ويوظف ناس. ففي وطبعا سهام يعني عندها يمكن مليون قصه انا سامع منها يمكن 500 الف من هالمليون قصه عن مشاكلها. بس لكن يعني يمكن البوزيتيف او الشيء الايجابي هو ان التغيير ليس بالصعب. وليش طالع عيالنا بالسعوديه ما شاء الله من احنا واسسنا شركه بالسعوديه. احنا فاسسنا شركه من طلع التسجيل التجاري الى خلصت كل الامور هذه الزكاه وكذا والفي اي تي والتاكس كل شيء يمكن اسبوع اسبوعين كله اونلاين. ف there's a way to do it. في حل ونقدر نسويه بالكويت ومع الكورونا اوكي بعض الاشياء تحسنت لكن الحين يعني ريضة. فهذا يمكن اصعب شيء في in starting a company here وهذا الشيء الصعب. الشغله الثانيه استارت
finding good talent. يعني نلقى ناس أول شيء يبون يشتغلون. That's very hard. مو شيء سهل. وإن يعني الناس هذيلة مؤمنين بالشركة ويبون وكذا. هذه it's difficult. ممكن معظم التالنت وكذا. أول شيء طبعًا كانت دبي هي مستحوذة على كل الناس والhard workers والgreat talent بالمنطقة هذه كلها. لكن الحين السعودية صار فيها، البحرين صار فيها، الكويت ما شاء الله فيها. إحنا يعني أنا I'm proud to say إن معظم موظفينا كويتيين. لكن في كويتيين وغير كويتيين يبون يشتغلون، they want to put in the work وممتازين. لكن احنا we hired يعني عندنا فريق كامل بس شغال على talent acquisition. هاي شغلتهم دور ناس 24 ساعة ومشغولين، يعني ايش اسمه ايش اقول لك، منطقين طق من ناحية الشغل. They're working 24/7 لان هذا اهم شيء بالستارت ابس is finding the right talent and finding it quickly. سام تعرف you want to grow من 1 order 10 orders to 10,000 orders، يعني you have to hire today بطريقة سريعة جدا. فهذا عندي these are the two most difficult things وان شاء الله يسهلهم اثنيناتهم. اوكي، اذا بتحطها شيء رئيسي مو المعرفه حق طلبه الكويت، it's work ethic، عدل؟ هذا تبي من انا دخلت ترى هالمجال ما اعرف شيء عن ستارت ابس. يعني اوكي I got my MBA حضرت صفين عن ستارت ابس، نسيت معظم اللي تعلمته. دشيت learning curve كان يعني كذي vertical، ما يعني الواحد كان لازم يقرا ويشوف ويتعلم، راح تعلمون على أرض الواقع. يعني ما شاء الله الدكاترة مثل الدكتور يعني راح يعلمونكم وراح تعلمون أشياء يعني عجيبة منهم. لكن من تطلعون هذا التعليم الصجي راح يبتدي، راح تطبقون بعض الأشياء، راح تكتشفون لا الدكتور قال لي ترى هذا غلط هذا مو صح، إذا كان كذي هذا اللي راح يصير. ف that's the summary يعني. شكرا يا عبد العزيز. وكان عندي follow up عليها، بخلي سؤال تجاوب عليه أو سهام تجاوب أول بعدين برد عليك. نفس الحالة سهام. أيه. Operating in Kuwait easy. أيه. Average hard. يعني عندي حكي وايد سليمة. Go. والله يعني most of the stuff اللي قالها عزيز I second that. It's very hard. لأن the regulation بالكويت للأسف يعني is not conducive. يعني ليه إنهم ماشيين على البطيء the regulation على ما they adapt على the digital world, the e-commerce, online marketplaces. وإحنا ماشيين بسرعة the startup pace is quick. فللأسف from a regulation perspective it is يعني مو hard, very hard. ومعروف أصلا عن الكويت if you look at Economist Intelligence Unit or some other ratings we are يعني one of the most difficult places to do business حق international companies. والدليل أنت حين تشوف بالكويت يعني كم شركة عالمية عندنا بالكويت مثلا بالستارت اب سينز versus الرياض او 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 دبي، عندهم مثلا اوبر كريم. So many companies are willing to go there. احنا للاسف الريجوليتوري بودي از نوت يعني is not helpful let's say. بس مثل ما قلت انا بالسؤال اللي قبل هذا ان relentlessness is key. يعني there's always an answer. انا to me يعني طلعت لنا مشكله from one angle. Okay, what's the next option? We'll go do it. What's the next option? We'll do that. منو نكلم؟ مثلاً الregulation متأخر أو ما عندهم regulation for a company to deliver whatever. يعني a certain category. والله نقدم كتاب. ترى هذا اقتراح إن غيروا الregulation. فwe always push. We always find a way. We always come together. ندور ال opportunities إن نكلم ال regulators وال government entities ونقترح عليهم. ف from one it's very difficult but there's also opportunities to improve which is always great. واحنا we have the ability to influence the regulators ونتمنى ان يعني they start to adopt quicker processes على اساس we can establish more companies, we can move more quickly, we can attract talent. لان the other thing مثل ما قال عزيز يعني exactly regulation is tough, talent is tough. لان في وايد ناس مثلا الكويتين typically يقول لك انا اطلع من الجامعه ليش اشتغل بقطاع خاص، اي دونت نيد تو، اقدر اشتغل بالحكومه مرتاح، ساعات العمل مناسبه. بس اي ثينك يعني اي انكورج اول اوف يو تو لوك فور اوبورتونيتيز في القطاع الخاص لان ات از فيري فولفيلينج اند ريوردينج اند اكسايتينج. احنا اليوم الدليفرو يعني التيم صرنا تقريبا 60 بيبل بالكويت، 60% كويتيين و ذير يونغ و ذي كيم فروم ديفرنت باك جراوندز وthey love working. أنا ساعات أقول لهم خلاص طلعوا من المكتب خلاص سكوا التليفون. يعني there is a lot of fulfillment and excitement and when you're building something from one order, أول order شفناه وصفقنا أول ما صار order لليوم يعني وصلنا to an amazing number in the tens of thousands. يعني it's fulfilling. Finding talent is tough بس أعتقد with platforms هم نفس خبرة اللي we are partners with Aziz that they can see in that project. We can find more talent and people can be more eager to work. لأن
it is it's a tough talent market, للأسف. Keep your LinkedIn profile updated. Look for ways to stay engaged with the community and network. We need people like you on this call and others to be available. And the best talent I've found is the least predictable. خوش نقطة هذه. The least predictable. يعني مو شرط إن you were impressed by. يعني تشوف الريزومي مو شرط إن أوكي مثلا عندي somebody in my team today. She's a superstar. سمر ما أدري. She always listens to my panels. يمكن قاعد تسمع اليوم. بس درست بالكويت. She has an MBA. She's a very smart student. She is outstanding. وحتى مو بس بالكويت يعني مثلا الدش هي ميتينج يعني احنا عندنا offices in London, Singapore, Hong Kong في global calls الدش global call كلهم قاعدين بلندن وما شاء الله PhD واللي ما وسمر goes in the call presents better analysis, better data, better insights and it's because هم يعني احنا we create an environment to learn and she wants to learn and she blows them away يعني يمكن باتشر لو تقول لهم بروح لندن I want a job they'll take her away from us فيعني it's always you never know what's on your resume does not determine how well you're gonna do how successful you can be what your potential is this is a big lesson for me يعني some of the people الحين يشتغلون معنا at Deliveroo including someone like Samar Dusset بالكويت and she's lived here her whole life she's worked بالكويت is more impressive than people I've met at Columbia or in my consulting career يعني it's amazing to see صراحة روعة أنا بختصر كلامك على نقطتين أول نقطة عجبتني وايد إن إذا حاشتكم مشاكل خلينا نقول من ضمن حاشتكم مشكلة مع جهة حكومية أنت بادر بالحل سيام حاشتكم مشاكل with regulators بالمتيشلون أنا عندي لكم حل و from what I understand they're willing to listen ولا مستعدين إن يغيرون بعض regulation رقم واحد رقم اثنين ريسنتلي شفنا فيلم باراسايت ما ادري انتم شايفينه عزيز وسهام مال كوري شنو قاعد اقول حق الشباب باراسايت سواه واحد كوري زين and he won the best Oscar prize there is اللي هو best picture حق الفيلم والفيلم مو مدبلج ولا شيء حاطين الترجمة تحت فقاعد اقول لهم يا جماعة تخيلوا he doesn't have to be in Hollywood to come up with a good film Warren Buffett didn't have to be in New York to come up with a good investment management company or strategy. فنفس الحالة وياكم مثل زميلة سمر اللي تشتغل وياك سهام. She didn't have to be like had this crazy resume على أساس إنها تكون promising. ومتأكد إن في نسبة كبيرة من الطلبة اللي ويانا هني you are promising. You just need to يعني تحك شوية ال roughing up وتطلع برا بالسوق تشوف وضعك. شكرا. بروح حق عزيز وبعدين آخر شيء سهام على البيمنت سيستم عزيز day one عندي فكرة ببلشها متى يطلع المشروع أنا اليوم يوم الأربعاء أبي أبلش مشروع متى يطلع actually when does it see the light ممكن قصة بسيطة كارج من نواة الفكرة إلى أول طلب 6 أشهر لكن هذا يعتبر يعني شيء سريع جدا 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 لأن بزنس معقد وفي كثير اشياء وبيلدينج التك من الصفر فهذا يمكن اتس نوت ا جايد لاين الواحد اليوم يبي عنده فكره او الواحد عندها فكره لازم تقول اوكي شنو البزنس موديل مالي شنو الريفينيو موديل شلون ام جونا جنريت ماني هاو ام جونا جيت ماني من هم المنافسين اسوي يوزر تيستينج لازم كاستمر تيستينج وانا اعتقد ان هذا البزنس ممتاز راح ينجح خلي اكلم الناس اللي هم راح يكونون الكاستمرز اقابلهم اشوف اذا هل في قابليه لهالمشروع او انه ينجح او لا لازم حين لازم I have to raise some money لازم أمول مشروع لازم I have to build it if it's a technology project لازم I have to build the technology من راح يبني ليها من الفريق لازم أوظف ناس ففي وايد أشياء المبادر لازم يفكر فيها لما يبدي مشروع فأنا أعتقد ما لا يقل عن 6 أشهر من الفكرة إلى launching المشروع لكن probably راح يكون شوية أكثر إلا إذا كان مشروع مثلا والله أنا بسوي cupcakes بالبيت وبيعهم من بيتنا هذا ممكن الواحد يسوي خلال فترة قصيرة الحين بالذات لأن في منصات مثل شوبيفاي ولا زيدا ولا منصتي ويو كان ماركت فور ذس اون انستغرام وطبعا هذول كلهم كونكتد تو بيمنت جيت ويز مثل ماي فاتورة وغيره وواحد ممكن يقدر يبدي يبيع باكر شغله او خلال اسبوعين مثلا من البيت لكن معظم المشاريع it will be at least 6 months I think من فكرة الى انجاز فالشباب اللي عنده فكرة يبي يبلشها خلي يحط بباله 6 أشهر تكاليف صفر مدخول 6 أشهر تكاليف على أساس إن يكون عندك مثل البجت عشان تمشي شغلك الشغلة ثانية حق ولا خلينا نكمل وياك عزيز على هذا في سؤال ما سألتك إياه وأنا ودي أعرف الإجابة وايد مشاريع تطلع بالكويت
كنت أتمنى أن يكون عندك حصة منها. يعني أعطيك من ذيك الأيام أذكر يوم يهبون بسلايدر ستيشن كنا نحكي بالدواوين. نتخيل سلايدر ستيشن مدرج بالسوق الكويتي. شيء في مثل سوق صغير حق سلايدر ستيشن بيك ولا whatever it is. في خطة أنك تدرجون شركاتكم بالبورصة ولا anything? Did you have any talks مع بورصة الكويت؟ لا I did not have talks. أتمنى أن جوابي كان ممكن يكون يعني yes. لكن الجواب is most likely no. لأن الشروط للإدراج بالبورصة يعني نوعاً ما تعجيزية ولا تليق في الستارتابس أو الشركات الرائدة. لأن in the end يعني كثير من الشركات اللي تدرج كستارتاب أو تتخارج في طريق الـ IPO والإنشال بوبليك أوفرينج هي شركات قاعد تخسر بحزتها. يعني توا في شركة في المنز and women's health اسمها HIMS and HERS بأمريكا أدرجت قبل كل أسبوع أو أقل من أسبوع. A very good idea, very interesting concept, doing very well. في عندها يمكن revenues بالمئات الملايين من ناحية sales. فتخيلوا الانكم يعني الإيراداتها مئات الملايين. لكن قاعد تخسر يمكن 200-300 مليون لحين سنويا. فأدرجت نفسها بالسوق. تخرجت بهالطريقة هذه. It raised capital through the IPO نفسها. فالحين عندها فلوس عشان تمول ال next phase أو اللي هو النمو. عشان they get to profitability إن شاء الله. هني بالخليج يعني أو منطقتنا اللي فعلا نحتاجه هو سوق للشركات التك كومبانيز أو الشركات الرائدة أو الستارتابس مثل الناسداك بأمريكا اللي هو كل الأسهم تقريبا أو تك ستوكس. We need something in the region for this. بالسعودية ها قاعدين يطقطقون في شركة جاهز it's a food delivery company بعد بالسعودية it's planning to IPO قالوا هالسنة خلينا نشوف let's see if that happens or not. دبي طبعا more promising إن الواحد ممكن يدرج هناك. لكن أنا اليوم إذا عندي شركة يمكن الفالويشن مالها 500 مليون او مليار دولار راح ادرجها بامريكا ما راح ادرجها بالكويت لان ذاتس وير يعني. وطبعا في فيري انتريستينج انوفيتيف ويز تو دو ذس. في شيء اسمه سباك سبيشال بيربز اكوزيشن كومباني اس بي اي سي. اتمنى انكم يو تشيك ات اوت بعد التوك. كونسبت فيري انوفيتيف طريقه جديده للتخارج يمكن ما كانوا الناس يفكرون فيها قبل وصارت الحين بامريكا. فاجين هذا ود ريجوليشن كل شيء يصير وانا اتمنى هالشيء يصير عندنا عشان نقدر ندرج شركاتنا هني وتصير يعني احتمالات التخارج اكبر واكبر. لان الحين اذا الواحد يبي يتخارج من شركته لازم يجي احد من برا ويشتري يا اما شركه ريجنال او لوكال او شركه من برا. فاتمنى ان هالشيء يتوفر عشان تقدر تخارج بطريقه اسهل. شكرا على الملاحظه. انا على موضوع اوبريتنج ان كويت كنت اسولف مع عزيز سهام قبل فتره على هالنقطه. قبل كان نسبة كبيرة من لما أطلب أنا أونلاين نسبة كبيرة من وقتي إن أدخل رقم كرتي داخل هذا كان يخلوني أعيده كل مرة الكينت. لما أطلب من they made it faster إن حولوا من كينت إلى كي فاست. ولما طلبت من ديليفرو I didn't even enter it. I entered it once. دخلت رقمي مرة واحدة وبس أضغط order. يعني كني قاعد أطلب أيام يوم كنت بأمريكا. فشنو الحركة اللي مسوينها that made it so easy to pay عن طريق Deliveroo وليش بقى يسوونها باقي الشركات؟ هم great question. بغيت أعلق على اللي قاله عزيز as well about يعني quickly عن stock market the IPO will need for financing. But the other side of the coin and maybe this is a topic for a different day well demand for investment. يعني you need people who want to invest. لأن بأمريكا because people want to invest they want options and instruments. They look for opportunities. يعني specs, for example, it's because people want to find another way to invest in companies to deploy their savings. Aziz, هذا أنا وياك, we can pick it up later. But this is an interesting topic. بس بالنسبة حق ال online payment portals, إحنا we use. إحنا على فكرة الحين قاعد نسوي integration حق كينت لأن أعتقد ال consumer أو المستهلك الكويتي عنده consumer habit يحبون يدخلون الرقم أو يحسون إن في نوع من السكيورتي إن لا أنا قاعد أدخل الرقم قاعد أدخل pin code. فيعني صدقنا مثلا أنا وياك we prefer إن لا والله كرتي حافظته بالآب I just press pay I don't have to worry about it. لأن متعودين على أمريكا متعودين على system it's a secure payment gateway which is what we use. إحنا we use a global payment gateway to transact and so it's secure it's encrypted you can put your information and save it. بس أعتقد the reason إن more companies don't use this is there is a regulatory element to this. ما راح أدش بهالموضوع بس there's also a consumer behavior. The consumer الكويتي ويمكن ما أدري if we took a poll بالكلاس how many people prefer إن they like to use إن يدخلون معلومات
وفي OTP ويدخل OTP. It gives people a sense of comfort and security, and that's the reason that it's so prevalent in Kuwait. But for us, we use an a global system. But still, even though it's a preferred system, we believe it's more secure or just as secure as a Knet transaction, we still plan to integrate Knet. And at the end of the day, as any business, you have to conform to what your consumer wants. Even if you think something is better, to some extent, you have to provide consumers with the availability and accessibility to pay however they want. But I'm curious, I would love to poll your class, Doctor. And what's your feeling about paying online? Do you feel more secure when you pay, مثلاً, وتدخل معلومات? Does it give you a sense of control? لأن أعتقد معظم الناس بالكويت عندهم تخوف إن أنا حاطة رقمي هذا موجود somewhere. إن في أحد ممكن يصير في breach أو accessibility, which إحنا خلاص. I think we're in an age now of digital payments. Aziz knows this. You obviously through my fatura, things are very secure. There's a level of encryption, a level of data privacy and protection. That يعني you don't need to lose sleep over it. نسوي الحين على الأقل سهام. مساعد إذا ويانا بس سولي سؤال واحد على سيرفي مانكي دزه حق الشباب وبعدين حنشوف النتائج اللي تطلع. والسؤال could be هل do you feel إن it's unsafe to have your credit card information saved مثلاً in the automated payment؟ هل تفضلون إن to pay through a Knet portal وتدخلون معلومات؟ ما أدري شو تحط السؤال بس this is the gist. إذا تقدر مساعد حط السؤال إن هل تحس أمان أكثر لو تدخل رقمك كامل وتحط البين كود مالك ولا لا ما عندك مانع إنه تدخل إن ولا بس خلها بهالطريقة تحفظ الكرت إيه ما حط بهالطريقة هل عندك مانع إن الويب سايت مثل ديليفرو يحفظ كرتك وما تدخل كل المعلومات ولا لا ولا تحس بخطورة بس حطها ليس أو نو أحس بأمان ولا ما أحس بأمان تمام دكتور أوكي بس حطها ومتى ما جهزت دزه حق دزه بالسيرفي مانكي ودي شباب كلكم تجاوبون عليه سمحتوا تمام اوكي خل اقول لك شغله مساعد خل نخلص الاسئله الراوند الاسئله وبعدين دخله قبل المحور عقب المحور الاخير اوكي تمام اوكي فخلصنا الحين محورنا شلون تشتغل بالكويت في هذا لاين اب اوف كويستشنز اللي قاعد يطلعوا لي بالكيو ان دي مكتوبين كتابه عندك شيء جاهز ولا ناس تبي تتكلم دكتور الكيو ان دي عندك في الدكتور عبد الرحمن الطويل وفي فيصل سليمان انونيموس وطيبة الفاضل فموجودين عندك دكتور دكتور عبد الرحمن ممنوع انه يسال عبد الرحمن بلاك ليستد شيله وين يبون يشاركون مايك ان شاء الله على خلي بلش من الناس اللي بيشاركون بالمايك من هم اول واحد يوسف الراشد تفضل يوسف اوكي يوسف بلش السلام عليكم يعطيكم العافيه حياك الله انا بس عندي نقطه حبيت اعقب عليها على الاستاذ سهام على شو اسمه نقطه الدفع الكنت اعتقد ان الشعب الحين يعني او الناس او النطاق اللي حواليني على الاقل يعني انا اللي اشوف ان استوعب فكره الفرق ما بين الفيزا او خلينا نقول الديبت كارد والكريدت كارد من ناحيه الدفع البيمنتس المبلغ كفيز ياخذ هذه شغله ثانيه انا لاحظت في الشركات المنافسه الثانيه حق ديليفرو ان قاعد يحطون فاست كينت موجوده يعني وشفتها باكثر من مكان يعني فهل هذه النقطة يعني هل إذا فيها مشكلة بالريجوليشن يعطيكم العافية ما قصرتوا بس هذه النقطة اللي كنت أحب أعقب عليها ويعطيكم العافية نشوف الحين البول على الفكرة أن تحفظ الكرت وشون الـ sense of security بس صح فيه الحين كي فاست بس هم إتس يعني إذا تلاحظ الـ customer experience إحنا دائما from a product perspective بس نفكر بالـ application والـ experience يعني مثلاً on Deliveroo اليوم تحط كرتك it's saved ما في any shift from the platform the payment is processed you get your order so أعتقد if you do a KFast you still have to exit the app go to another portal return ففي يعني it's a product consumer product design issue بس you're right a good point the KFast موجود وإن شاء الله خلال كم شهر راح يصير عندنا the integration اللي يفضل KFast can always use it واللي يبي يخلي كرته مسيف can also do it اوكي انا بس بنطر ليه ما يرد على مساعد يحط الكويستيونير ولا الشباب اللي وياك يحطون الكويستيونير ونشوف الرد كان
دكتور عبد الرحمن حيا الله يبي يسأل. يلا حرش شوية. دامك سامحت خلنا نحط سؤاله. سؤال جيد عزيز. سؤال موجه لنا إحنا كدكاترة أكثر. زين. What would you recommend our students and maybe also the professors focus on to be more competitive and elevate the talent in the job market in Kuwait? And how do we retain the talent in Kuwait? Okay. إحنا الحين نقدر نغير شوية والطلبة يمكن يقدر يغيرون تصرفاتهم شوية. شو اللي مفروض تشوفونه عساس إنه كل الناس اللي يجون من جامعة الكويت بالنسبة لك it's perfect caliber. Go for it. السؤال موجه لنا؟ موجه حق إيه عزيز. أوكي. على الأقل من ناحيتي أنا it's يعني إن الواحد نشوف إن الواحد لا يعني is willing to work or she's willing to work مثلا مرات بلا مقابل يعني مرات الانترنشيبس بطريقه وايد حلوه ان الواحد يكسب فيها خبره ويشتغل 3 اشهر 6 اشهر حتى لو بارت تايم حتى لو هو قاعد يدرس نفس السمستر والله مو ماخذ صفوف وايد يبي يشتغل مكان يكتسب خبره. انا يعني اشوف ان هاي طريقه وايد حلوه ان الواحد يشوف على الاقل يعني ما اقول يدب دير توز يعني شويه تشوف ان هالمجال هذا صالح لي مو صالح لي. هذا حياه الانترنشيب مو كل الشركات والاوفر انترنشيب ولكن احنا مثلا شركاتنا اتكلم عن نفسي واتوقع دليفرو نفس الشيء اذا يعني واحد قال لي والله بيسوي انترنشيب عندكم حسيت انه فعلا اقدر استخدم هالشخص او يوز ذم ويمكن والله اقول لك اي كانت افورد انا ما اقدر ادفع لك معاش لكن انت طالب جامعه المفروض ما تطلب معاش زي المفروض اهم شيء عندك الخبره شنو الخبره اللي بقدر اكتسبها وانت راح تصير او انت راح تصيرين يعني جدا جدا مميزه بالجوب ماركت بعدين اذا والله طلعتي وتخرجتي قلت والله اشتغلت بدليفرو 3 اشهر اشتغلت والله بتيكن سيت كذا شهر اشتغلت ما ادري وين كذا شهر وخلاص يعني انت اوريدي صاكع على الجميع لان عندك خبره وعارفه شلون نمط العمل هناك. طبعا مو دائما سول ورك بس مثلا بصحتي شركتنا اللي هي بالديجيتال هيلث كير عندنا تو بارت تايم انترنز الحين شغالين ميديكال انترنز وممتازين يعني قاعد يجون شغل وايد حلو قاعد يتعلمون وهذه الدكاترة يعني قاعد يسوون طب بنفس الوقت فيعني من كدين ف to me this is one way to do it يعني روعة فانترنشيبس من الطلبة نقدر نشجعهم عليه. سهام عندك ملاحظات على الكلام اللي قاله؟ I agree على موضوع الانترنشيبس. الشغلة الثانية I think في الجامعة نفسها one of the teaching methods that I loved from business school is case study teaching. I think that this adds a lot of value and يعني it's a different way to learn and adopt learning. يعني دائما احنا كنا بالكولومبيا I know at Harvard they pioneered this ان اي كلاس ندش ما ندش في مثلا chapter لا case تقرا الcase البزنس الفلاني صار تشي 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 and then you deal with every class and every learning as if it's a real life scenario. This was one of the things that I loved in business school. اعتقد it can be adopted more حتى بالفاينانس ديبارتمنت بالبزنس مانجمنت جنرالي بالكويت وحتى اذا ما درستوا بالكلاسز اي ثينك anybody can go online ادش هارفارد بزنس سكول هارفارد بزنس ريفيو اند ريد ذا كيسز اند اندرستاند هاو بزنسز ورك شنو الريل لايف اكزامبلز اند كيس ستاديز ذات اكزيست اتس ان اميزنج ليرنينج تول اعتقد. شكرا. اتوقع هذا موجه لنا هالحل ان كيس ستدي مور ذان فور بوث يعني اعتقد من الدكاتره اكيد وهم الطلبه والله ذا دكتور ما داز نوت يوز ا بزنس كيس كله بزنس كيس اللي يبي بزنس كيسز انا عندي ايش كثر بزنس كيسز اي يوز ذم فروم ذات اي وود لاف تو شير اتس ا جريت واي تو انهانس ذا سكيل سيت اند حتى بس الدش بمجال العمل الدش يو وانت تو جو انترن عندك طريقه التفكير اراوند ا كيس ستدي اراوند سولفينج ا بروبلم اتس جريت ان شاء الله. شباب هذا كل الكيس ستديز تقدرون تاخذونهم اونلاين تقدرون تفتحون اكاونت اند يو كان داونلود اني اوف ذم واللي عارف ان هارفارد حتى عندهم كم كيس عن شركات كويتيه اتس مور ريليفنت حقكم صح في فيري صح قبل لا نحول حق المحور الاخير عشان ما ناخذ من وقت الضيوف وايد عبد الرحمن عزيز مساعد في ملاحظه في اسئله دكتور في أسئلة أنا بنختصرها بأكل البنات اللي كانوا مرتبين قبل المحاضرة إذا هم يسألون أسئلتهم تفضل منيرة الرشيدي تفضل يا منيرة السلام عليكم معكم منيرة الرشيدي بس حابة أسأل الأستاذة سهام عن شلون أقدر أنسق عملية التوصيل بشكل أسهل وأسرع بين الكاستمر والبندر لأن دليفرو ما شاء الله وايد سريعين فحابة أعرف شنو السر
تعطينهم نبدأ عن شغلك، تعطين سهام وعزيز نبدأ عن اللي قاعد تسوينه. هي ونور الغانم شغالين على ستارت اب. اوكي انا عندي ابلكيشن اسمه نسوة فور لوكال براند، اجمع الفندرز او اللوكال براندز كلهم واللوكال ديزاينرز واوفرهم بابلكيشن وان بلاتفورم، سواء كانوا يبيعون ملابس او كتب او ارت او سكين كير برودكتس، يعني كل شيء بشكل عام. انا ابي طريقه سهله انسق بينهم ويكون التوصيل بشكل اسهل واسرع، هذا هو. واو ما شاء الله amazing project. بس للأسف ما عندي الجواب، مو سهل. The reality إن ال system of Deliveroo is backed by an algorithm, a very complicated algorithm developed in London and سمونه هما Frank. Basically it's a series of code that has been developed since 2013 تقريبا that يعني that has ما دارسين ال machine learning capabilities to identify the best route, the best way to assign a driver to an order with the prep time. It's حتى أنا ما التفاصيل الالجوريثم are very difficult to understand حق most people unless you're a data scientist or a computer scientist. Well, this is the key, يعني the proprietary algorithm. بس sounds like an interesting project. إذا عندكم أسئلة or you want to discuss some of the operational things that we can maybe help with, more than happy to support you guys. Can I jump in? Yeah. And then actually a very similar project. It was a pivot actually. كانت شركة ذكرها الدكتور اسمها زاي صارت كورونا فwe had to pivot. فيبنا actually local brands حطيناهم على platform ووصلنا طلبات فbasically نفس مشروعك. فالطريقة يعني بعض الأشياء اللي سويناها طبعا there's two routes. يا أما والله تحطين لك يعني dedicated delivery driver هذا يعني تدفعين له fixed cost كل شهر مهما وصلته وصلته 100 طلب وصلته طلبين وصلته 1000 طلب they get paid the same amount أو إنك تحطين والله تعاقدين مع واحدة من الشركات مثل مشكور وغيرها إنه صار طلب أوكي وصل الطلب الفلاني. And I think the best way to do it, طبعًا we can مثل ما قالت سهام offline we can try to help you من ناحية operations لكن you have a cut off time إذا طلب وصل بعد الساعة المعينة خلاص هذه طلبات اليوم الثاني وإذا طلبته بعد ساعة ثانية it will get delivered the next day و don't over promise يعني لا تقولين حق الكاستمر أنه والله I will deliver in 2 hours إذا أنت ما تقدرين أن خيبة أمل الزبون لما يتوقع شيء ويوصل له شيء ثاني Sam knows this very very well أكثر من أي حد ثاني لأن الأكل موضوع وايد حساس is massive. فإحنا درسناه حتى فكرنا هل الشخص والله فعلاً تحتاج توصل لها تنورتها نفس اليوم؟ لا يعني مو طالعة الليلة تضرب تنورة اليوم تبيها حق العرس اللي بعد اسبوع او on the weekend. ففكرنا الموضوع هذا و that's where we figured out okay cut off times promise 24 48 hour delivery اللي يصير والناس العاده ما راح يزعلون اذا عرفوا شنو الاكسبكتيشن. فهذه بعض التيبس يمكن تساعد وطبعا having someone بالكاستمر سبورت وايد زين وايد زينة التعامل وتكلم كل هالناس الفندرز كذا انه ترى ياكم طلب على اساس انه تاكيد المعلومه على اساس ما حد ينسى. This is some quick feedback, hopefully. Sorry, نقطة مهمة وايد إن for any startup or any business, you don't have to solve all the problems. يعني مثلاً أنت قاعد تحلين مشكلة الـ marketplace. مو شرط إن you develop أنت عندك logistics والتوصيل. There are always great partnerships. يعني مثلاً تبين أحد يوصل لك مثل ما ذكر عزيز في مشكور أو even Deliveroo powers deliveries. ف don't always look to solve all the problems. Look sometimes for the best partners to solve parts of your problem. على أساس أنت تركزين على ال core of your business. ف again, إحنا we're more than happy to help. I think when it comes to delivery and logistics, look for the right partner. That's the best advice يعني I can give. طبعا. منيرة بس إذا في ملاحظة على هذا ولا عندك follow up question. لا بس thank you. Good ممتاز. فالفكرة عجبتني وايد زين under promise and over deliver. هذه حلوة أفضل من the other way around. ولا بوصل لك إياه خلال 24 ساعة ووصل لي عقب 12 راح يستأنس أكثر من بوصل لك إياه بعشر ساعات وصل لي إياه ب 12. I liked that idea. مساعد في أسئلة ثانية ولا نروح حق آخر محور؟ في سؤالين دكتور. الأول فيصل فيصل تفضل فيصل
خلع معطينك المايك وحاطه ميوت فيصل اي انا معطي المايك زين شوف اللي بعد فيصل اللي بعد الفيصل عمر المندي عمر المندي فيصل فاتح المايك تكلم فيصل السلام عليكم هلا عمر 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 لا دكتور شلونك دكتور اول شيء بخصوص بس على موضوع ان شلون ممكن الطلبه يكونون جاهزين حق سوق العمل وشلون هم يقدرون يستفيدون او ان شركات شلون ممكن تستفيد من طلبه جامعه الكويت انا ما يعني عندي فكره هي اتوقع موجوده بوايد جامعات برا الكويت اللي هي بس اتوقع يمكن ما تعجب بعض الدكاتره ان يكون مثلا الناس اللي عندهم مشاريع او اللي ماسكين شركات كبيره وعندهم خبره كبيره انه ممكن يجون يعطون بعض الكلاسات بالجامعه على اساس ان احنا نستفيد من خبرتهم مو شرط تكون عنده شهاده دكتوراه او مو شرط يكون موظف بالجامعه بس انه يكون في طريقه اليه معينه انه ممكن يعطي بعض الكلاسات اللي ممكن نستفيد احنا منها فودي اعرف شنو رايكم بهذه الفكره وهل ممكن تتطبق او شيء مستحيل يصير يعطيكم العافيه شكرا عمر انت تبي تجيب ناس ياخذون وظيفتي يعني باختصار اقتراحك عجيب اقتراحك عجيب وعزيز وسهام يقدرون يكملون عليها لان اتوقع الناس اللي درسوهم في بزنس سكول كم بالمية منهم they have a PhD زين في 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 نسبه مو ما عندهم PhD انا ادري ان كولومبيا بالذات وايد يبون ناس اجنك أجنك بروفيسور صح عطي أبي ملاحظاتكم سهام وعزيز على يعني it's a great point صح إن كان في وايد ناس يون مو دكاترة يون يدرسون ونتعلم منهم بس the interesting thing is forget about the professors أنا my experience بال MBA the best teachers were my peers كانوا الطلبة اللي معي أنا تعلمت معظم ال key lessons و how to think and how to be strategic not from my professors with all due respect يعني احترامي للدكاترة كانوا amazing amazing resumes or lectures wide interesting بس ما ادري عزيز your experience بس انا my peers اللي كانوا معاي بالteams واحنا كنا وايد team building ما كل البروجكت نقعد بتيم نشتغل بتيم هذا البوندينج تعلمت منهم so many things وحتى تعليقاتهم بالكلاس يعني انت قاعد بالكلاس ممكن البروفيسور يتكلم ساعه ونص وما حد يرفع ايده ما حد يتكلم بس in the top schools the advantages كل اللي قاعدين بالغرفه ما شاء الله are impressive and they want to talk and they want to give you their example فثلاث أربع الكلاس مو البروفيسور قاعد يتكلم الطلبة وتصير أنت you push yourself to be as good and to learn فيعني أنا learning from the people around you and speaking and saying what you think and having a view is يعني the greatest knowledge pool you can get عزيز أي أنا من ناحيتي يعني I feel like with سهام و that's why أول سؤال سألته كان عن MBA كنت بقول يفضل جدا أنكم تشتغلون كذا سنة قبل لا تروحون MBA ما راح تستفيدون من البروغرام as much إذا دشيتوا على طول قبل الأندرغراد إذا بعضكم قدم وردي وانقبل وقرر يروح عليكم بالعافية لكن أعتقد تفيدون نفسكم تفيدون اللي حواليكم الطلبة إذا اشتغلتوا على الأقل 3 سنين قبل لا تقدمون ويس كان عندنا وايد بروفيسورز يعني واكثر ناس دفعنا منهم ناس راحوا اشتغلوا قدموا صاروا مناصب عجيبه يو they want to give back يبون يدرسون وانا لما انا اقترحت هالشيء على او سالت هالسؤال لواحد من زملائكم بالجامعه دكتور مشاري ناهض معنا بالشغل مع حساباتك الحين من الجامعه سالته قلت له عندكم الكونسبت هذا بالجامعه لان قلت له انا I would love to do this one day and اي ودرس مثلا كورس او كورسين اذا صار عندي شويه spare time فبالعكس نقطه مميزه وجميله خوش اقتراح عمر صراحة أنا حتى وايد عجبتني لا تسيها وقت لوجيستيك صار وإن شاء الله خير آخر محور يا شباب وأنا ودي أن أختصر المحور الرابع مع المحور الأخير زين where would you find opportunities وإذا عندكم أي نصيحة حق الطلبة Where would you find opportunities? With عندكم نصيحة حق الطلبة. حق عزيز, where would you spot an opportunity today in today's market? وحق سهام, وين الأماكن اللي وخروا عنها؟ دير بالكم منها. وعقب ما تخلصون نصيحة عامة حق الطلبة. حلو. من ناحية opportunity يعني أبسط طريقة دوروا مشكلة. دوروا شيء أنتوا قاعد تعانون منه بشكل يومي, بشكل شهري, بشكل أسبوعي اللي يصير وحاولوا تحلون المشكلة هذه. وشوف إذا المشكلة هذه انحلت أو لها حل وهل الحل هذا والله
شيء فعلا كبير وحل زين، ولا والله ما راح ينتفعون منه الا نسبه وشريحه قليله من الناس. هذه it's the simplest way to think about a startup idea. Find the problem, try to solve it. حتى لو تشوفون كل الـ fundraising decks، الشركات الـ startups اللي بتروح trying to raise capital for any round، أول slide diamond the problem. شنو هي المشكلة اللي قاعد نحاول نحلها؟ لأن otherwise ليش الشركة موجودة؟ إذا أنا بس سويت شركة والله تبيع cupcakes لكن ما حد من المجتمع يحب cupcakes، ماك فايدة، ما سويت شيء. لكن إذا سويت شركة تبيع cupcakes والناس وايد يحبون cupcakes، actually it's a good thing. فيمكن a very nice example of this، وأنا ما أعرف أحد بالشركة هذه، I'm just saying this كتجربة شخصية. في شغلة اسمها pass حق الباركينج جراجز أو الجراجات في المصافط في المجمعات وكذا، راح تشوفه مثل شيء أزرق طويل طوالي عليه كاميرا تشب، تقرأ لوحة سيارة وترفع هذه الحاجز عشان تدخل سيارة للباركينج، وبتطلع نفس الشيء تقرأ اللوحة وتطلع السيارة من الباركينج وتسحب من الكرت مبلغ شو اسمه حساب الباركينج بنفس الوقت بدون ما أحد يجي الشيء ولا تكلم أحد ولا تطيح منك الخردة ولا ما عندي 100 فلس. يعني هذا يمكن شيء سخيف وناس يقولون يعني what's this, it's nothing، لكن أنا مثلاً حل مشكلة كبيرة، وطبعاً مع الكورونا يعني أكبر وأكبر المشكلة كانت الناس كانوا يوسوسون ما يبون يجلسون شيء، it's so easy. صرت أنا ما أستثقل روحة الدوام وصفتة بالباركينج مجمع الحمراء لأن it's easy، دخلة وطلعة سهلة ما أحتاج أفكر حتى ولا نزل دريشتي ولا شيء. فهذا الشخص whoever it is، أنا للأمانة I don't know him, I don't know who came up with the idea، لكن يعني found a problem seemed like a problem that didn't exist. في already ناس في فيشة في تذكرة في whatever find it, try to solve it. فبعض الناس يقول لك يعني هذه العبارة برا موجودة is this just a better mousetrap، يعني هل هذه شو اسمه الفخ اللي يسدون فيه الفيران موجود يشتغل شغال، لكن في طرق مختلفة ومور أدفانس إنك واحد يصير فيه الفار. فالسؤال أنت لما أو أنت لما تأسسين شركة، هل الفكرة هذه والحل is this a better mousetrap، هل هذا فعلا just فخ جديد وأحسن؟ So that's okay، ما فيها مشكلة، بالعكس يعني في if you can build a better mousetrap that could be good، وشري ينجز وممتاز. أو هل هي فكرة جديدة قاعد تحل مشكلة جديدة وطريقة مختلفة؟ both are okay، بس لازم تدرسون الماركت والسوق بطريقة عدلة جدا قبل لا تدشون بالفكرة. شكرا يا عزيز. سهام، وين الناس اللي ودهم يدخلون تحذرينهم يا جماعة، دير بالكم من هالأماكن. مو نحذر، it's hard to say today broadly، بس أعتقد always avoid، في مثل كان يقول a former colleague of mine إنه don't invent the medication or the panadol and go looking for the headache. يعني لا تخترع شغلة لأنك اخترعتها، والله عندي شيء هذا عجيب ترى خوش تكنولوجيا، يلا بروح أدور لي مشكلة أحلها فيه. يعني مثل ما قال عزيز، look for the problem and find the simplest way to solve it. بس أشوف lots of examples، أحس إن الناس عندهم الفكرة عجيبة، يعني شيء cool أو شيء والله خلاص بيروح يدور الشيء اللي يحله فيه. And I think this is the approach that I would avoid. بس there's always opportunities في كل المجالات وفي كل ال industries. بس the important thing is to go back to basics. Am I solving a problem؟ هل قاعد أحل مشكلة أساسية؟ و is this the easiest way to solve it؟ versus the other way around، اللي هو والله أنا شفت مثلاً على example ال cupcakes، عزيز يحب ال cupcakes، إنه والله شفت baking show قاعد يطبخون شيء عجيب شكل عجيب وايد بسويه and it's great، يلا بروح أدور من اللي بيعجبه. no، always start with the problem and then work from there to solve it. وكنت أدري كان سؤالك الأخير about advice، and I do have a piece of advice that I think شغلة you'll find it in common. sorry، we have a dog barking. بس شغلة you'll find in common about most people who have grit or who are relentless or who are always working hard and seeking opportunity is always be reading, always be consuming. يعني I'm sure حين عزيز لو بسألك what are you reading, you're gonna have two or three books you're reading and you're figuring things out, you're learning something new. لأن اللي نتعلمه بالجامعة حتى لو قعدت بكولومبيا على 2 years is nothing compared to I've been working for مثلا 10 years of my life. هذه 10 years كل يوم أنا شنو أقرأ, what do I consume, قريت في الكتاب فلاني. This is where يعني you build a wealth of knowledge and information that makes you valuable in the workplace, that makes you valuable in conversation. وشغلة قاعد يعني أنا لاحظت بالكويت مثلاً the biggest difference between people I meet in New York and بالكويت. بنيويورك أي شخص أقابله what are you reading, في ثلاث كتب قاعد يقرأ this and usually a business book, a book about this company وشون صارت وشون كبروا. وبالكويت أعتقد this is something still not, that's not in the culture that I find to be very important. But Aziz, correct me if I'm wrong. Are you reading something?
أنا actually laptop مستند على كتابين قاعد أقراهم ف تحتهم فيس I'm reading عندي كتب ما شاء الله بس أنا مشكلة ما I don't do a good job إني لازم سخر الوقت للقراءة أنت أحسن مني بس بس موجودين كادفايس عشان أجاوب سؤالك دكتور I have three things very simple الشغلة الأولية إذا عندكم فكرة go ahead and study درسوها درسوا الفكرة and only pursue it if you think it makes sense كفكرة وكل شخص عنده risk tolerance يعني أنا عندي مثلاً قابلية للمخاطر والله أحب أخاطر أحب أبي أكون مبادر عندي أفكار أبي أسوي مشروع تمام يعطيكم العافية في شخص يقول يعني أوكي أنا ما عندي فكرة يعني أوكي تمام sounds good كل الكلام قاعد يقولونه حلو لكن أنا ما عندي فكرة ترى أنا كنت بنفس البوزيشن حتى الوالد كان يقول لي أذكر بالخير كان يقول لي أبيك ترجع وتكون عندي فكرة أسس شركة قلت له ما عندي أفكار زين فرحت اشتغلت بشركات عادية وتعلمت أشياء ممتازة وتمام والحين الحمد لله قاعد أطبق اللي كان يقول لي قبل 10 سنين الحين طبقته عادي مو شرط يكون أول ما تطلعون من الجامعة لكن في risk tolerance أو محبة للمخاطر وبعض الناس يحبون المخاطر أكثر من الثانيين فدرسوها شوفوا أنتوا ويعني الفلوس لا تحطون الفلوس money will come يعني if there's something you really want to do do it وعندي قصص وايد offline we can talk إذا أحد عنده interest of يعني أشياء صارت فيني أنا طبقت الفكرة هذه two other things على السريع اشتغلوا بمكان where you believe in the mission تؤمنون فعلا في يعني الشركة شنو المشن مالتها الشركة وين قاعد تروح شنو هدفها and or يعني نفس الوقت أو كبديل leadership الشخص اللي قاعد يقود الشركة فمثلا في وايد ناس أنا أعرفهم Deliveroo يشتغلون هناك لأن سهام هناك وسام قاعد يقود الشركة وليس لأي سبب آخر ما عندهم انترست بالفود ما عندهم انترست بشيء ثاني قالوا أنا بروح أشتغل سهام لأن she is great وأنا سمعت عنها كذا كذا وكذا وكذا ف I'm gonna go work there وأنا الحمد لله يعني توفقت I had bad managers و I had good managers وفرق الأوتبوت فرق يعني الشغف بالدوام لما يكون المانجر أو الشخص اللي جاب لكم ممتاز ويعني زين مو شرط تكون شركة والله أوكي والله أنا مثلاً اشتغلت بنك إسلامي مثلاً ما علي شغل بالشريعة الإسلامية أو شو اسمه أو الإسلامك فاينانس مو مشكلة لكن إذا المانجر ممتاز والأمور طيبة والدوام you could be very excited to go there والشغلة الثالثة يعني لا تستحون من ناحية الأذر السؤال عن يعني المساعدة تبون مساعدة من أي شخص حتى لو إحنا دكتور دائماً سألوا الدكتور راح يطقنا الحين لأن قاعد نقول له نقول لكم تحنون عليه زيادة لكن لا تستحون وما فيها أي يعني هني وايد إحنا نحرج حسافة وما بي ضايقة وما بي كذا هذه كلها خلوها يعني أحسن شيء صار فينا في كل دوامنا وأشغالنا I'm sure Seham will concur is إن لقينا منتور لقينا شخص يساعدنا في الدوام أو في مسيرتنا العملية يساعدنا وينصحنا ويبيلنا التوفيق ولنا إحنا ننمو وش اسمه ونكبر في الشغل هذا فإحنا كلنا كنا ترى يعني كنت hard to believe looking back كلنا كنا بهالمنصب نطلعنا من الجامعة شن نسوي وظيفة ما قبلوني كذا كلنا كنا موجودين وشخص ما الله يعطيه العافية took a chance خذا يعني decided to take the chance قال لي وأنا بوظف عبد العزيز بوظف سهام بوظف دكتور سليمان that's it yeah it's all it takes يعني فهذه ثلاث نصائح إن شاء الله تكون مفيدة ويعطيكم العافية شكرا يا عزيز أبي على عشان على الخاتم عزيز الأوفر تعطيه حق الطلبة اللي موجودين في الندوة هذا تكلمت عنه previously yeah أنا يمكن يعني راح أورط روحي بس I'm happy to send my email to الطلبة هني وذي كان email إذا عندهم أي أسئلة راح أحاول أجاوب that's one thing الشغلة الثانية وطبعاً ويب سايتنا thetakenseat.com هناك في إيميل اسمه اعتقد inquiries at thetakenseat عندكم أفكار أشياء تبون تطرحونها كذا just send us an email we'll happy to look at it والشغلة الثالثة getخبرة.com هذا الويب سايت مال التوظيف اللي قلت لكم عنه we just posted the first job اليوم شركة كودد اللي هي الكودينج أكاديمي هي بالكويت وعندنا many more jobs coming إن شاء الله في in the coming week this show سجلوا كطلبة ولا يعني don't get discouraged إذا ما شفتوا وظائف الوظائف هي خلال إن شاء الله الأسبوع هذا وإن شاء الله والله يوفقكم جميعا شكرا يا عزيز فشباب عندكم أنت الحين الويب سايت لقيتوا عندكم أي استفسار ولا عندكم project just email taken seat directly أو أستاذ عبد العزيز وسهام you have anything حق الطلبة أتوقع شباب جاوبوا لو تعطينهم الأجوبة مالت اي ما ادري ما نقدر نشوف البولز ام كيور دائما عندي فضول اشوف ان از ان اجريجيت شنو الانسر ما ادري ذا البول يبين
دكتور هو هي راح الاستاذة راح تعلن عن الإجابات الصح وكل واحد إذا يابهم كلهم صح راح يقول وراح نعطيه إن شاء الله. لا عادي إذا أنت عندك الأجوبة نفسها حاطين كم واحد جاوب على أي سؤال يعني؟ لا دكتور مو حاطين. وي I got it's interesting to see يعني شنو الآراء أشوف الأسئلة عندي. وهو نمبر 1 كذا كل اللي طلب أكثر شون أكثر طلب أول سؤال أكثر ميل انطلب أكثر وجبة انطلبت على بس صج يعني بشوف أنا شنو I'm curious anyway okay the number one item ordered in 2020 was the iced vanilla mocha. هذا ما أدري هذا توقعاتك ما يطلع لك مساعد ها أكثر عدد الناس اللي جاوبوا ذاك السؤال يطلع دكتور بس تقريبا أغلبهم جاوبوا أغلبهم تقريبا بس آه يعني جاوبين صح إيه أوكي أوكي زين هذا هذا نمبر 1 نمبر 2 كان إذا ما خبضني اللي هو أكثر وجبة تنطلب صح لا هذه قلناها أول الطبق I think السؤال الثاني was والله نسيت لحظة let me pull it أنا توقعت إن الأسئلة بشوفها and then I can give you the right answer. What's the most popular cuisine on Deliveroo? Sean, what was it? What's the most popular cuisine on Deliveroo? Hey, the most popular cuisine كنا حاطين few different options. It's burgers. Burgers. رقم ثلاثة. How many orders does an average Kuwaiti user place per month? Hey, more than 4. أشكره more than 4. الشباب اتوقع now it's like a it's a system ان كل واحد يطلب how many restaurants are available on Deliveroo more than 4000 I was surprised what percentage of Deliveroo orders are paid in cash 35% 35% I'm curious شنو البولز اي ويل سوري ومن من عقب من مساعد انا send them over to you البولز من هذول والبولز مالوت ال payment online شنو الاوفر كان عندك اياه حق طلبه سهام so we're gonna we're offering a special voucher for everybody on the call it's دكتور انت قلت لي CBA 21 3KD off any order on Deliveroo ف يعني this is just a thank you for hosting me وبعدين anybody اي احد عنده مثلا مطعم يبي يبلش عنده مطعم جديد او بيبطل مطعم in the next year two years راح يعطيكم 0% commission so free commission on the app for your first month اول شهر نسجلكم just احنا حاطين I think I'll share the email address to share وبس mention CBA 21 الفاينانس كلب و we'll have a special offer for you 0 commission the first month ممتاز وين توصلون وياك سيها على هذا I'll share an email address sales@deliveroo.com بس حاعطيكم a more specific email address to make it a bit easier الحين ادز لكم اياه اوكي انا اقول لك شغله احنا راح ناخذ ايميلات كل الطلبه وراح ندز لهم اياها اوكي بيرفكت اللي كان بس ممتاز ويا الفاوتشر يعطيكم العافيه وابي ضروري يو فيل ان ذا سيرفي مالت السهام اللي هو would you be comfortable paying in putting your credit card information على بلاتفورم ولا لا وايد يساعدها اذا في 200 واحد من مستخدمين هالابلكيشنز يجاوب عليه دكتور السيرفي موجود الكويستشنير موجود فالكل يجاوب عليه موجود بالشات موجود بالشات يا جماعه ارجوكم جاوبوا عليه اونذات يا جماعه ننهي هذا اللقاء بالنسبه يعني نيابه عن دكاتره كليه العلوم الاداريه نتشرف فيكم يا عزيز ويا سهام وهذا المكان مكانكم اي وقت عندكم شيء تبونه من جامعه الكويت احنا بالخدمه ونتامل من كل الناس اللي حضروا اللي مطلوب منكم يا جماعه ان وي سي ذا نيكست عبد العزيز البحر وسهام الحسيني ان ذا كومينج ييرز في هالبانلز فاي شيء تحتاجونه هم بالخدمه واي شيء البانلز يحتاجونه احنا كجامعه الكويت بالخدمه للطلبه وحق البانلز فمشكورين حق وقتكم اليوم و ثانك يو فور اول ذا جريت انسايت اذا عندكم اي فاينل ريماركس we'll call it a day. مشكور دكتور وايد وايد يعني صراحة يعني I joined a lot of panels بس استمتعت بهالبانل وايد الأسئلة والحوار
وأكيد anytime عزيز يعني is a colleague of mine دائماً نسولف نتكلم بس this was really يعني an amazing panel وأتمنى أن يصير عندكم adjunct professor positions يعني it would be a pleasure to come and نتعرف على طرف in person مع بعض سهام يلا we'll coach you of course عزيز سهام شايف إن شاء الله يعطيكم العافية مشكورين عساكم على القوة وإن شاء الله استفدتوا منه والأمانة طال الوقت فدكتور يعطيك أنت العافية مشكور ما قصرت الله يعافيكم يعطيكم العافية حق وقتكم يا جماعة شكرا يا عزيز سهام ونشوفكم على خير إن شاء الله سهام فأمان الله